مرحبا، اهلا مرحبا بكم في العدد الاول من الأحد الرياضي لهذا الموسم. ان شاء الله نعديوا بعضنا موسم طيب. الأحد الرياضي في شكل جديد، ثوب جديد، وكذلك تصور جديد، ان شاء الله تكتشفوه طبعا تباعا من خلال حلقات هذه الحصه. اذا البدايه سنرحب بضيوفي فامي برهومي، مرحبا بك فامي. منتصر لوحيشي، نادر داود، مرحبا بكم. اذا منذ قليل انتهى لقاء المنتخب التونسي والمنتخب السنغالي بفوز المنتخب السنغالي 2-0. باش نرجعوا باكثر تفاصيل الى هذا اللقاء، عندنا ربط مباشر من بعد من الملعب من الجابون، ان شاء الله ناخذوا تصريحات اللاعبين اثر المباراه. لكن باش نبداو الحصه نتاعنا بخبر معناها حزين، ونجم نقولوا نقدموا حرب تعازي لعائله الملعب التونسي اثر حادث المرور الاليم اللي تعرضوا له اصاغر كره اليد الملعب التونسي. الى حد الان الخبر اللي عندنا كونه وفاه لاعب وعديد الاصابات. الحادث كما قاعدين نشاهدوا الان في صوره الحافله كان جد على مستوى ذل سيدي بوعلي. وبعد قليل الحادث كما معناها حدث كما هذا مش تعدى بسهل. طبعا نشوفوا مسؤوليه شكون، لكن الأحد الرياضي سنواكب الحدث الليله. بعثنا فريق هو قريب يخلط الان لمستشفى سهلول، وباش ناخذوا مباشر من مستشفى سهلول، باش ناخذوا رئيس الملعب التونسي، كذلك باش ناخذوا الطبيب اللي المسؤول على طبعا الاستعجالي اللي هو كانوا استقبلوا معناها المصابين وكذلك حاله الوفاه. بعد شويه صار نتصلوا بسامي بوعزيز، كذلك واحد الانتاج بالمسير تنقلت وصورت لنا صور على الحافله وكذلك المستشفى. اذا بعد قليل باش نربطوا مباشره بسوسه. لكن كذلك البدايه باش نبداو بكره اليد. ثم الحدث هو كره القدم خساره، لكن كره اليد كذلك ثلث زوز هزايم متعادل اليوم هكا ولا فهمي. لكن الغريب اليوم حقيقه معناها اللي شاهدناه في 30 ولا في 20 ثانيه الاخرانيه معناها حاله فوضى كبيره على مستوى تنظيم الفريق اللي كان على الميدان. معناها نشوفوا صور، شوفوا التعليق الفرنسي ايش قالوا، تسمعوا معناها شنو اللي قالوا المعلقين الفرنسيين على 20 ثانيه الاخيره، ونرجعوا للبلاتو مهمه ياسر. Souci, ça va être récupéré. C'est récupéré, il y aura une dernière possession, 20 Exactement. Secondes pour la Tunisie pour aller chercher la victoire. Et ils vont calmer. Ils vont calmer, il reste 15 secondes. Retour d'Issamtej, retour de Banour. Allez, il faut jouer maintenant, ils ont perdu de précieuses secondes les Tunisiens. À se regarder, il reste 3 secondes désormais. À se regarder, il reste 3 secondes désormais. Oh, c'en est terminé. Mais ils se sont regardés, Dominique. Ils ont perdu du temps sur les changements. C'est incroyable. 3 changements à 2 à l'heure. C'est incroyable. كما لاحظتوا معناها المعلقين الفرنسيين وكذلك طبعا اللي تابعوا كرة اليد واكيد المشاهدين اللي يتفرجوا في المباراة هذه الكل قاعدوا باهتين. معناها حالة الفوضى، فريق معناها مباراة تعادل يلزموا يربح المباراة، خاطر خاسر زوج مباريات ويكون هذه فرصة جاتنا من نيوزيلندا باش نجموا نربحوا على الأقل باش نضمنوا شوية حظوظ باش نرشحوا للدور الثاني. خاطر معناها ما زلت لنا كان أنغولا حقا نجموا نربحوها، مع المنتخبات الأخرى صعيب شوية كان باش نربحوها. نشوفوا كيفاش معناها في ال 20 ثانية الأخرانية عندنا 20 ثانية في دينا دخلنا بعضنا. معناها بصفة طبيعية يلزم 3 يخرجوا 3 مدافعين يدخلوا 3 مهاجمين، ما عرفوش رواحهم شو يعملوا المدافعين ما خرجوش، المدرب يعيط على المدافعين باش يخرجوا ما خرجوش. فوضى ما فهمش كيفاش أنا فريق يحب يترشح للدور الثاني بهذه الطريقة حقيقة. فهم يوري المونتال نتاع الملاعبية في اللحظات هذيك، يوري ممكن يلخص الحالة اللي عايش فيها المنتخب على مستوى التخبط. برشا أمور الحقيقة في منتخب كرة اليد، صحيح هما في كومبيتيسيون ما نحبوش نحكيو برشا كواليس، لكن نقولوا اللقطة هذيا ذولي وصلت الجمهور التونسي واللي يفهم كرة اليد ويعرف الفوضى الفنية وأيضا الفوضى على مستوى الذهن نتاع الملاعبية اللي ماهمش حاضرين للأمانة. يعني جيت تشوف الثواني هذيا بجديد كرة اليد في اللحظة هذيك ما يلزمكش تعمل التغيير، يعني أقل حاجة أنه ممكن هما حبوا تبقوا تعليمات على المدرب اللي فرض عليهم في الهجوم يخرجوا ثلاثه ويتبدلوا ثلاثه، يعني كره يد قديمه. المفروض انه الفريق اللي لعب الدفاعي يواصل يلعب الهجوم، تبقوا تعليمات اللي تصير في وسط المقابله، يا يلعبوا الهجوم يا يخرجوا ثلاثه ويدخلوا ثلاثه. لكن الوقت لكن السيناريو هذا كان جاء المدرب محضر والفريق حاضر ذهنيا للملاعبيه، ما يصيرش التغيير، لان لازم تربح الوقت في الهجوم. وهذه ممكن تبقوا صوره من الصور اللي تصير في اثناء المقابله. في الحاله هذه ما لقاش حدا شكون يعطي الكره، في الحاله هذه حدا شكون يعطي الكره بالضبط، لانه الحكم هدد ولعب سلبي. علاش؟ خاطر قال لك هذا منتخب يلعب على التعادل مش يلعب باش يربح. علاش هز؟ خاطر يعطيهم الوقت، لكن كما تعرفوا تو القانون الجديد نتاع كره اليد الحكم ينجم هو على حسب معناها ما يشوف اللاعب ينجم يهز يده كي يحسب فريق مش قاعد يلعب مش يسجل. معناها الحكم ما بعد 10 ثواني هز يديه خاطر الفريق ظاهر اللي ما يحبش يسجل. معناها شنو الفرق بين يعمل تعادل ولا يخسر في وضعيه كيما هذه؟ معناها لازمك تلعب التعادل يبقى على الحظوظ. اذا كان تشوفوا الكلاسمون، لو انه تو الكلاسمون تيح قبلنا ايسلندا على مستوى الاهداف، الفرق الاهداف المقبوله والمدفوعه، يقول لك نقطه ربما تخمام نتاع فني خمم، يقول لك نقطه خير لي من الهزيمه. لكن الطريقه اللي حصلنا بها كنا نجموا نفوزوا. علاش؟ لانه كان تسجل الكره نتاع مين بنور وكنا في كثافه عدديه اكثر، ربما كنا نضمنوا على الانتصار نتاعنا. الحقيقه مونتال ملعبيه في اللحظات هذيك ما كناش حاضرين. وايضا سمعت صبحي سعيد اليوم يقول طبقنا تعليمات المدرب، لازم نعمل ثلاثه تغييرات. يظل في الوقت هذاك مش ثلاثه تغييرات، معناها هو يجازف ياخذ ريسك ويسجل، ومن بعد يمكن يجي هدف تعادل من ايسلندا. خير من اللي يقعد يستنى معناها في يكمل المباراه بالتعادل. كلمه اخرانيه ومن بعد خلينا نحكيوا شويه على حتى اللي ما يفهمش الهاند، حتى اللي ما يفهمش الهاند يقول من غير المعقول في 20 ثانيه انك مش تقوم بتغييرات. 20 ثانيه تلعب الكل في الكل، السباعي الموجود فوق الميدان هو اللي يحاول يعمل يصيروا تغييرات في 3 ثواني، يصيروا تغييرات مش مشكل تغيير. في اللقطه تشوف المساعد نتاع المدرب كلم المدرب كانوا يفيق فيه، يقولوا هذا الوقت ما عادش. يعني المهم عندك هفوه تكتيكيه بدائيه بصراحه، عندك تنظيم على الميدان، تعرف معناها الملاعبيه يعرفوا رواحهم اذا كان قصه الكره ولا شكون يخرج شكون يدخل، معناها منظم الامور. كل واحد يعرف روحه واش يعمل على الملاعبيه. منذ البدايه انطلقوا للهجوم وبعد كانه جاتهم تعليمات باش يخرجوا. هو المدرب بيدو رينيه معناها يعيط للملاعبيه باش يخرجوا، ما خرجوش. من المفروض ما خرجش معناها حقيقه فوضى. من المفروض انهم ما يسووش تغييرات بالعدد هذاك. تو الهاند بول لازمك على الاقل تغيير اثنين على اكثر تقدير، انت تبدل ثلاثه ودخل ثلاثه. على كل حال ضيعنا الماتش اليوم في الهاند، ضيعنا اليوم ماتش كذلك في كرة القدم، 2-0 ضد المنتخب السنغالي. تو شويه اخر نشوفوا شنو هي الاجواء. من بعد كذلك ان شاء الله معنا فالو يونغ لاعب سنغالي في النادي الصفاقسي، ان شاء الله تو ناخذوه نشوفوا انطباعاته على اللقاء هذا، وكان حاضر نجموا نمشيوا له. منتصر تراه الكلمه الاولى، انت شنو رايك في المباراه كفكره عامه؟ معناها ضيعنا المقابله، صحيح ضيعنا المقابله خاطر ما كناش باهين بريمير ميتون. معناها عملنا اغلاط ما استغليناش الاغلاط اللي عملهم المنتخب السنغالي. فما دي بير دو بال عملوها ملاعبيه منتخب السنغال في وسط التيران ما استغليناهاش. ما نجحناش في الهجمه السريعه براتيكمون، حتى تير كادري لو انه كانت فما محاوله نتاع العكاشي في اول المقابله، ديجاجمون نتاع البلبولي، ما كانش فما كوميونيكاسيون ما بين لي سونترو نتاع السنغال، كانت فما كره للعكاشي وهما استغلوا زوز كور. بلبولي ما جاتوش حاجه كبيره اون بريمير ميتون، استغلوا زوز كور. ما هما منتخب السنغالي كان يجري خير في الشوط الاول. الشوط الثاني كان فما تغيير معناها في الرسم التكتيكي، خرج لاري العزوني، دخل وهبي الخزري. يمكن في ما نعرفش، ممكن كبرنا برشا يا المقابله يا المنتخب السنغالي، معناها اعطيناه اكثر من حجمه. بوتيتر الشوا مش نرجعوا على الشوا خاطر هم عايشين في وسط المنتخب ويعرفوا. بوتيتر الشوا نتاع 3 ملاعبيه بلاري العزوني قعد ديما شكل الاخر اللي نسمعوا فيه ما بين لاري العزوني وهبي الخزري. شوا نتاع لاري العزوني كان شوا بلو ديفونسيف قبل المقابله، صحيح معناها لازم نكونوا كيليبري في وسط التيران، وشفناه هذا مقابله مصر كي دخل لاري العزوني في بلاصتو هبي كي تضرب. المنتخب كان اكثر كيليبر في وسط التيران، اكثر تحكم في الكره. ما بدينا نلعبوا الا براتيكمون في الدوزيام ميتون. في الدوزيام ميتون كنا خير، كنا حاطين كره لوطه. حاجه ممكن اللي تقلق اللي ما شفناش منتخب سنغال كبير، معناها ما شفناش منتخب سنغال. هذا صور تاع اليوم، وصول المنتخب للملعب مجموعة ما قبل المباراة كان خسرنا مع منتخب سنغالي كبير وعمل مقابلة كبيرة مش مشكل، ما شفناش حتى احسن ملاعبيه سيدو ماني ما كانش في نهار السنغال عمل مباراه كبيره بالنسبه لي محترمه كان وما ريناوش تعب برشا المنتخب السنغالي اليوم زاد من الهدف كي سجلوا الهدف الثاني بعد نص ساعه ايزون جيري لو ماتش معناها دخلوا اكثر في الجيستيون في لي زيفور في لي كورس معناها شفنا اكثر جيستيون عملوا برشا غلط في وسط التيران معناها دي بير دو بال كنا نجموا نستغلوهم يظهر لي زاد فما حاجه مهمه اللي ما استغليناش تونفور جاء في اول الشوط الثاني فما تونفور جانا كره العكاشي كره يوسف المساكني بالراس كره يوسف في لي ان كونتران فما حاجات باهيين وفما برشا حاجات المراجعه ممكن تكتيكيا بريمير ميتون الفكره ما كانتش واضحه معناها صحيح ثلاثه متوسطين ميدان ونعيم سليتي ويوسف تحت العكاشي سليتي اللي عمل مقابله محترمه برشا معناها جور دو بيركوسيون اللي يبدل لي الريتم اللي اكسيلير هذوما زوز ملاعبيه اللي كابابل باش يعطيوهم بلوس كابابل باش يبدلوا يعملوا شونجمون دريتم في 30 متر الاخرانيين باش يلقاو حاجه. فلو يوم قلت معنا من صفاقس كان حاضر ناخذوه مادام ولا مازال مش حاضر ناخذوه فهمي. والله في اعتقادي اليوم المقابله اللي ممكن على الاقل نخرجوا بها بخف الاضرار فو انه الاطار الفني مازال نحسوا انه بين رسم باش يلعب برشا مدافعين باش ينقص باش يلعب كما لعب ماتش اوغندا وماتش مصر. ما ننساوش اللي المنتخب اللي لعبنا له منتخب سنغال هو رقم 33 على مستوى العالم هو الاول افريقيا صحيح في برشا نجوم كبار حاجات اخرى انه المدرب نتاعو تحس حتى في الندوه الصحفيه نتاعو تحس اللي المنتخب السنغالي هذايا جاي المره هذيا النسخه هذيا والفيرسيون تاع المنتخب هذايا جاي عارف وين يمشي. الحقيقه نحس ان الحاجات هذوما ما خذيناهمش مع الاعتبار قعدنا ممكن نغزروا للتاريخ اللي عمرنا ما ربحتنا في كومبيتيسيون تاع كاس افريقيا. حسيت اليوم اللي برشا معطيات تبدت في المنتخب للاسف نقول انا هزيمه باش تقلق برشا الملاعبيه نتاع منتخبنا ونتصورها اصعب بدايه في الكان المنتخب الوطني التونسي بالهزيمه وحاليا اضعف منتخب مقارنه بالمنتخبات اللي لعبت توا ونتصور عنا برشا حديث على المنتخب الوطني سورتو برشا نعتقد انه ثم برشا حاجات ماهيش ماشيه من خلال مقابله اليوم. نادر احنا البارح كيف سمعنا التشكيل عملنا ثلاثه ملاحظات، ثلاثه على ثلاثه لاعبين. ملاحظه التشكيل اللي اعطاها محمد علي البارح في الرابط المباشر معاه صحيحه طلعت معناها قال الخزري او لادي عزوني لعب لادي عزوني اما العكاشي هو اللي العكاشي صحيح كيف عبد النور. الملاحظات اللي كانت وقت كان نتذكر حكينا على عبد النور قلنا عبد النور من يوم 10 ديسمبر ما لعبش ولا مباراه من يوم مباراه ريال سوسيداد اصابه رجع تدرب زوز تدريبات اليوم كان خارج الموضوع بكل صراحه واحنا في حاجه الى صلابه دفاعيه على مستوى خط الدفاع نقطه اولى. حكينا عن نجاز اللي قدم مقابله نجم نقولوا محترمه انه الصبغه نتاعو هجوميه وقت نوليو الاثنين اظهر عنده صبغه هجوميه مع منتخب السنغال ماذا بينا يكون ثم توازن. وحكينا على الذي عزوني يكون افضل من الخزري في بدايه المقابله باش نكونوا عندنا اكثر صلابه دفاعيه في وسط الميدان وهذا كان موجود. ومراد وقتها على الاقل انه العكيشي ولا الخنيسي نفهم اما الفورمه نتاع الخنيسي او الخبره الافريقيه والحافز المعنوي الكبير تاع العكيشي هذا كان موجود. ساعه ملخص توا اجواء ما قبل مباراه تونس والسنغال وطبعا شادوا شويه اهداف السنغال بعد نرجعوا نحكيوا اكثر في البلاتو يلا. مقيمين هوني عندنا مدة طويلة جينا نشجعوا ليكيب ناسيونال هوني وشقينا غابات من ماضي ساعة شفتوش من الفيولة من السيودة لا فيولة لا سيودة تحية تونس وباكاليه تحية تونس هوني احنا سيودة زوز بلاش تحية تونس. Le Sénégal est plus fort que la Tunisie, vous connaissez. On ne peut pas perdre, il faut que le Sénégal gagne. Et c'est le Sénégal qui gagne. 2-0. La Tunisie ne gagne pas, c'est le Sénégal qui gagne. Là, on est content pour Sadio Mané. البداية كانت صعيبة، تدخل من عبد النور يكلفوا الانذار وضربة جزاء المنتخب السنغالي ينجح في تحويلها ساديو ماني الهدف الاول في 9 دقائق. نصف ساعة لعب، ركنية للمنتخب السنغالي، كارام بودج يطلع بالراس بكل القوة يغالط المثلوثي. 2-0 هي نتيجة الشوط الأول. المساكني يسجل هدف في الشوط الثاني يحتسبه الحكم تسلل، والمنتخب التونسي ينهزم 2-0 في أول اختبار في انتظار نتائج أفضل في بقية المشوار. هذا إذن أجواء ما قبل المباراة وكذلك الأهداف اللي تسجلت. نمشيو لصفاقس، معنا فالو يونغ، نهنيوه ساعة بالانتصار اليوم ونشوفوا شنو رايه على المباراة. طبعا فالو بونسوار. Bonsoir. Bonsoir, félicitations pour la victoire. Merci, merci, merci. Merci. Qu'est-ce qui a fait que le Sénégal a gagné le match ce soir? Le match était super. Le plus important, les Sénégalais, ils étaient là physiquement dans le match. Donc c'est ça qui a fait gagner le Sénégal, quoi, parce que physiquement, ils étaient dans le match, quoi. Mm-hmm. Comment tu as vécu le match, Fallou? C'était un match assez disputé, hein? Ouais, franchement, le match était super, surtout à côté des Tunisiens, ils étaient là, ils ont fait un bon match et ils avaient beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas pu marquer les occasions, mais ils étaient bons, les Tunisiens. Mais malheureusement, le Sénégal a profité des 2 buts en premier mi-temps et physiquement, ils étaient là-bas, donc raison pour laquelle ils ont gagné ce match-là. Comment tu as trouvé notre équipe tunisienne? Qu'est-ce qui a manqué pour notre équipe tunisienne pour que au moins... À côté des Tunisiens, techniquement, ils sont bons, tactiquement aussi, ils sont bons. Donc, pour moi, les côtés des Tunisiens, ils manquent seulement à côté des physiques. Côté physique, physiquement, ça manque un peu, quoi. L'homme du match pour toi, Fallou, c'est qui? Je pense que l'homme du match aujourd'hui, c'est Sadio Mané, quoi. D'accord. Un mot pour le public. Ouais. Un mot pour le public du CSS, allez. À propos des playoffs, donc ce serait le retour comme avant, quoi. C'est ça que j'avais dit pour le public CSS, quoi. Et je l'aime trop, le public CSS. D'accord Fallou, allez, salut, ciao. Merci. Fallou إذا كما قال المنتخب السنغالي كان معناها خير اليوم، واقف خير تكتيكمون، خير معناها تكتيكيا كان المنتخب السنغالي خير، عرف كيفاش يسير المباراة كما قال هو. قال المنتخب الوطني التونسي لعب اليوم لا محالة، بطبيعه عطاه ما عنده، لكن قال الغالبة في الأخير كانت المنتخب السنغالي. أحسن لاعب بالنسبة لي طبعا لاعب ساديو ماني طبعا، ويحيي جماهير النادي صفاقسي ويقول لهم راني نحبكم. اذا بعد ما شاهدنا اللقطات هذوما تاع شويه خير باش نمشيو للتطاوين. نحبوا ناخذوا نبدلوا شويه، احنا نحبوا ناخذوا رئيس جمعيه اتحاد التطاوين، نشاركوا الناس الكل في الحسن، ناخذوا رايه هو كيفاش عاش المباراه. كذلك تعليق فوري على السنغال خاصه في كلمه هكا، شنو اللي صنع الفارق؟ السنغال حسب رايي انا في الكونتينيتي نتاع المقابلات نتاعها، شفتهم عملوا 2 مقابلات تحضيريه، ربحوا 2-1 مع منتخب الليبي و2-0 مع الكونغو. دونك في ال9 مقابلات الاخرى منتخب السنغال كل مقابله سجل فيها 2 اهداف، دونك في الكونتينيتي نتاع اللي قاعدين يعملوا فيه في المقابلات الاخرى. احنا قبلنا اهداف في المقابلات التحضيريه، قبلنا اليوم كيف كيف مره اخرى على كرات ثابته، على 7 اهداف اللي قبلناهم كسوسوا في اسبانيا ولا مقابله مصر، منهم 4 على كرات ثابته. اليوم نقبلوا 2 اهداف على كرات ثابته، خسرنا كره اون بروميير ميتون دي دوبلومون في القاسما لاتيرال دروا. يظهر لي في بدايه المقابله ما كناش نعرفوا ناخذوا ليله تيرو نتاع منتخب السنغال على خاطر نلعبوا ثلاثه ملاعبيه في الوسط وزوز ملاعبيه ورا المهاجم اللي هما سليتي والمساكني. وشفنا ليله تيرو نتاع منتخب السنغال كي يخرجوا بالكره كل مره يلزم لاعبي من وسط الميدان، معناها اللي هما حمزه الاحمر ولا لاري العزوني يخرجوا باش يمشيوا في الكادراج. وهنا اون افي ان بو دو روتار في من الناحيه هذيا. بعد في الشوط الثاني وقت اللي تخلوا هابي الخزري في وسط الميدان ويوسف وسليتي خذاو الأرقة، ممكن كنا من الناحية الهجومية نرقاو أكثر لي سوليسيون في الأجناد. باهي نمشيو تطاوين، معنا رئيس اتحاد تطاوين سي محمد الغول معنا في المباشر. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك خويا راسي. مرحبا بك، مرحبا بمشاهدي الوطنيه الاولى. هاوكا حبينا نعملوا تلاله اولى في الحصه الاولى، نمشيو نبدلوا شويه، نمشيو اخويا لتطاوين. شنو كيفاش عاش التطاوين اللقاء اليوم وكيفاش ريتوا انت؟ والله تطاوين ككل مدن التونسيه الحقيقه معنا ربع ساعه قبل المقابله الشوارع معنا فرغت في القهاوي وفي الديار. شخصيا معناها كيف كل التونسيين معناها تأسفت للنتيجة السلبية، مانيش نفني ولكن نقول اللي النتيجة كانت قاسية. والحاجة الباهية انه على الأقل في تقاليد كأس أفريقيا مش ديما الفريق اللي يعمل ريزلتا خايبة ما يوصلش. دونك رغم مرارة الهزيمة مازال عندنا ثقة في منتخبنا اللي على الأقل نشوفوا اللي هجوميا أعطى وعملنا 5-6 فرص اللي المفروض ولادنا ما يراتوهمش. قبلنا 2 أهداف للأسف الشديد نشوفهم بدائية جدا، خاصة الهدف الأول اللي كان الدخول نتاع الفريق كان جيد. الله غالب معناها سي محمد نعرف انا انت ماكش فني واحنا خذيناك باش نبدلوا شويه باش ما نقعدوش كان الفنيين يحكيوا. معناها انت توا كرئيس طبعا جمعيه في الناسيونال معناها في القسم الوطني عندك ملاعبيتك وتفهم الرابطه الاولى. حبينا نشوفوك انت معناها كيفاش ريت منتخبنا اليوم، كيفاش حسيت بيه انت كتونسي معناها تبع في المنتخب؟ وجعتك برشا اكيد الخساره. بالطبيعه خاصه بعد تعادل الفريق الجزائري وفريق زيمبابوي كنا ناملوا اللي معناها الدخول يكون احسن. خلينا نقول اللي المنتخب هذا على الاقل في المستوى معناها تغيرت المعطيات. قبل كنا نشوفوا فريق تونسي في مختلف التظاهرات تقريبا يعرف يدافع مليح، ماناش من الفرق اللي نوصلوا نوجعوا القدام. اليوم تقلبت المعطيات، المنتخب تاعنا بالرغم الخساره نتاعها نشوف اللي عمل 5-6 فرص، العكايشي 2 انفرادات وكره بالراس في 6 متر، المساكني كيف سددنا بامال دفوا على الكاج. مالوريزمون القوه نقطه قوتنا اللي كانت في الخط الدفاعي اليوم ومش حتى اليوم بركه من التحضيرات ثم نشكو من ضعف كبير. ان شاء الله معناها املنا انه نتلافى الحاجات هذه ان شاء الله. هذا طبعا راي كان سي محمد، يعطيك الصحه سي محمد. كنت معنا في رابط مباشر من تطاوين، نوع شويه في الاراء ومن بعد كذلك ان شاء الله نربطوا مباشره مع الجابون ونشوفوا طبعا شنو اللي صار في المباراة وناخذوا شوية تصريحات كان ممكن. نطلعوا توا مع فاصل شهري ثم نعود. لأن الإنسان خرباش بطبعه، باللي حل عيني في الحياة وهو يخربش على الطاولات. كي زاد كبر في العمر تعلم يخربش على الشجر، لين اليوم وصل للتخربيش الأقوى، تخربيش الإنترنت. كارتانات هي أول كارتة في تونس كي تخربشها تلقى فيها إنترنت، تاخوها ب 400 مليم وتلقى فيها 100 ميجا كاملين. ما لا امشي لأي نقطة بيع أورانج، خذ كارتانات خربشها تلقى إنترنت. معاك في اللي تحبه أورانج. يا بابوار ديما في فورمة. واليوم يا بوار نوفو بارفان فريز فرامبواز وبسكوي سيترون. ياب أبان مع أريدو أحكي ومنعياش البونوس ما يوفاش. مع الخمير بتاع أريدو تمتع حياتك الكل ب 100% بونوس على كل عملية شحن ب5 دينارات ولا أكثر، وزيد قد ما تشارجي قد ما يجيك البونوس. باش تتمتع بالعرض اضغط على نجمة 140 جيز وإلا زور أقرب بوتيك أريدو. أريدو الامبالاج الجديد متاع ديليس دانون من لوك تشتهي تذوق. مرحبا بكم مجددا في الأحد الرياضي. 2-0 هي نتيجة مباراة تونس السنغال، بالرغم من الاحصائيات 55% تحكم في الكره بالنسبه لتونس مقابل 45%، و8 تصويبات مواتره لتونس مقابل تصويبه، لكن النتيجه هما عندهم مده ما عادش ناخذوا عليها برشا شكون يتحكم في الكره اكثر، لانه النتيجه ديما تكون مخالفه. معنا يظل محمد علي بوزقارو مباشره من الجابون، من فرانسفيل، من الملعب. محمد علي راه ناخذوا محمد علي معنا المباشر. معنا محمد علي ولا كان مش حاضر نمشي ولشكون حاضر؟ كان مش حاضر نمشي لسوسه. حاضر سوسه. معنا سامي بوعزيز. باهي معنا صور. باهي يلا ما يسالش فما حتى مشكل، عطيونا احنا في المباشر اللي حاضر ناخذوه، اللي حاضر ناخذوه، خاطر كما قلت نذكر بالحادث الاليم اللي تعرضوا له فريق الصاغر الملعب التونسي. هذه صور توصلنا الان، هذاكش علاش راهو قاعدين نبدلوا، احنا بدنا نبدلوا في الكوندكتور نتاع الحصه تمشيا مع الشيء اللي صار هذه الليله اليوم العشيه. حافله فريق الصاغر كره اليد الملعب التونسي تعرضت لحادث مرور. الحديث الان عن وفاه لاعب وعدد اصابات. شويه ياخذ باش نربطوا مع مستشفى سهلول في سوسه. هذه امامكم صور حصريه للوطنيه، لا محاله صور حزينه، صور مؤلمه، لكن هذه هي الحفله اللي اتقلبت اللي كانوا فيها صغيراتنا. هذه الحادثه تهز العائله الرياضيه بصفه عامه. اصاغر الملعب التونسي كره اليد كانوا يلعبوا في مباراه كاس ضد نادي كره اليد بالشابه، وفي رجوعهم لتونس تعرضوا الحادث. امامكم هذه الصور اللي خلطتنا الان. شكر كبير لوحده الانتاج التلفزي بالمنستير ناصر الطيف ومريم عبد الرحمن. تحياتنا لمحمد بن سالمه كذلك على الرياكتيفيتي نتاعهم، معناها دوبا ما كلمناهم الحق ما لقينا كان تجاوب منهم، وخرجت في ساعة الفريق التلفزي وخدمتكم بالصور هذيا. كذلك بعد شويه كما قلت لكم ان شاء الله نربطوا مع سامي بوعزيز من مستشفى سهلول في سوسه، في انتظار طبعا محمد علي بوزقارو كذلك من الجابون. به 2-0 تونس السنغال. حكينا على السنغال، المنتخب التونسي كنا نحكيوا انه منتخبنا على الاقل قوي دفاعيا، معناها ما يقبلش برشا اهداف. في المده الاخيره رينا يقبل برشا اهداف في المباريات الوديه. تتاكد الحكايه اليوم مع خسارة السنغال 2-0. فهم ولا يمكن اعتقادي أكثر حاجة ممكن قلقتني وقت هبطة التشكيلة، وهذا بتبيع رأيي الشخصي، تواجد أيمن عبد النور في التشكيلة. رجوعا للكلام اللي قالوا نادر، أنه عبد النور بالحق ناقص، وعنده على الأقل بالضبط شهر و5 أيام أخرين ما لعبش من آخر ماتش نهار 10 ديسمبر لعبوا ضد ريال سوسيداد مع فريقه فالنسيا. الحقيقة تواجد أيمن ومبلوس ما حضرش معاهم لماتش أميكو. تونس راهي أكثر إيكيب لعبت مقابلات ودية في 16 منتخب اللي لعبنا ضد الباسك وكاتالونيا، ضد أوغندا وضد مصر. وكل مره المدرب يعمل تركيبه دفاعيه معينه، ولاحظنا انه قبلنا 7 بونتو والمدرب من بعد يغير يولي يلعب ب4 مدافعين. واليوم امين عبد النور بيعمل غلطه اللي جابت نقول نقاط الحقيقه ضد مهاجمين اختار وصعاب وايمن تواجده اليوم في المقابله، ولو انه بعد ممكن تدارك، لكن كمان غلطه في الوقت كيف هكاك في كاس افريقيا مع انت لاعب خبره وكل، نتصور انه عليه برشا ضغط ونتصور انه ما كانش يلزم التعويل عليه، كان ربما يكون حل اخر. زاد كيف نتصور عندنا برشا مشاكل في الهجوم. اليوم نحسوا العكاشي وحده، نحسوا انه يوسف المساكني وسليتي يلعبوا بعضهم قراب في نفس الرواق اليمين ما في حتى حد من الملاعبيه. هذوما الحاجات اللي بالحق نحسوا فيهم انه المنتخب يعاني في البناء الهجومي القدام. زاد كيف ممكن لا ريعزوني الحقيقه انا اليوم ممكن هذا ما ريتوش عطاء اضافه كبيره، ما تصورتش ان اللاعب قاعد يوري في اللي قاعد يلعب فيه في الليغ مع فريقه. نحس لما برشا حاجات ماهيش طبيعيه، ونحس اللي ثم ارتجال، ما فماش خطط واضحه، ما فماش فكر نتاع مدرب. راه نحكي من خلال مقابله اليوم، راه مانيش نحكي على منتخب جاي التورنوا وكيف باش يكون اداء ضد الجزائر ولا ضد زيمبابوي. نادر شوف، هو الاشكال انه انت حكيت على الدفاع، والدفاع ماهوش مسؤوليه 3 في محور الدفاع او نلعب باثنين، هي منظومه دفاعيه كامله. اليوم كي تلقى نفسك قدام فريق يلعب 4-3-3 وعنده ماني وبلدي على الاطراف، لاعبين مهاريين سريعين يلعبوا في مستوى عالي جدا، في نسق كبير، يعني قادرين ان يراوغوا ويتجاوزوا اي مدافع. يلزمك تكون عندك تغطيه وتفوق عددي في الدفاع، يلزم عندنا جاز يكون ثم لاعب رواق معاه باش يساعدوا على مستوى التفوق العددي في الوضعيه الدفاعيه. كيف مع معلول لازم يكون عندك لاعب اخر على رواق. احنا اليوم اخترنا نلعبوا من غير لاعبي رواق، يعني حسب رايي انا القراءه التكتيكيه الفنيه لطريقه لعب الفريق المنافس ما كانت جيده، رغم انه الفريق هذا واضح، وحكينا البارح انه 20 لاعب من 23 موجودين قرابه لموسم، موسم ونصف مع المدرب من مارس 2015. حتى في المقابله نتاع الكونغو اللي حكى عليها منصر، 2 تغييرات فقط، لاعب محور الدفاع والظهير الايمن كانوا تغيروا. اليوم البقيه نفس الفريق، وبالتالي الامور الكل كانت واضحه. اللي عمل الفارق هو تغيير النسق والتنقل من وضعيه دفاعيه الى هجوميه، هي كانت نقطه قوة السنغال ونقطة ضعف تونس. شكرا عليك نادر. كما قلت اللي صار معناها في على مستوى مدينة سوسة مع فريق صغر كرة اليد الملعب التونسي. معنا سامي بوعزيز، سامي بوعزيز معنا من مستشفى سهلول. مرحبا بك سامي، أعطينا آخر الأخبار. أهلا بك رازي. فاجعة بأتم معنى الكلمة تعرضت لها الحافلة، حافلة يعني الملعب التونسي صنف أصغر في كرة اليد. هاو معايا ديريكت نتوجه بتعازينا الحارة يعني بعد وفاة لاعب وحيد بالنسبة للملعب التونسي. هاو معايا رئيس جمعية الملعب التونسي سي جلال، يعني شنو اللي صار بالضبط اليوم حتى الساده المشاهدين باش يعرفوا شنو اللي صار اليوم على مستوى الطريق، يعني معتمدين سيدي بوعلي ولاية سوسة. بارك الله فيك. نخدم الفرصه ذي باسمي الشخصي وباسم الهيئه المديره وباسم العائله الموسعه للملعب التونسي وعائله الرياضيه كامله، نعطي تعازيه لعائله اللاعب ولدنا اشرف الشرقي. الحقيقه اليوم فاجعه كبيره والم كبير صار علينا. الحمد لله جاتنا الا في لاعب بارك الله يرحمه ويصبر والديه ويصبر عائلته، صعيب عليهم، لكن احنا راهو كانت تكون كارثه كبيره. الكار راهي هبطت 40 متر في هفوف، عملت 4 ولا 5 تونو، قصت له طرود كلها، مشات من سونس انفيرس الاخر ابري ان اكلاتمون دو رو وهبطت في هفوف ب 40 متر. معناتها كانت نجم تكون هم 18 جوار. الحمد لله اللي لاباس لبقيه الاخرين، ثم زوز بركه قعدوا مشدودين اليوم واني طاد اوبسيرفاسيون اكتويلمون، والحمد لله ان شاء الله ربي يصبر عائلته. عم حسن عائله كبيره، بوه عم حسن الشرقي عائلة كبيرة، عائلة كلنا موجوعين الكل. نقلنا اليوم على عين المكان، إن شاء الله روحنا بالوليدات الآخرين توا قاعدين يترقبوا توا، إن شاء الله نروحوا بيه لدارهم بإذن الله. ما نروحوا من هنا لما نروحوا بالجثة لدارهم إن شاء الله. نخدم فرصة زادة باش نشكر هيئة النجم الرياضي الساحلي، نشكر سيد والي تونس اللي كان يتابع فينا، نشكر سيد والي سوسة، نشكر السيد وزيرة الشباب والرياضة كانت باتصال هاتفي معنا. سامي بالنسبة للمصابين قداش وشنو هي الحالة نتاعهم؟ الحكومة الكلها كانت تتبع في الموضوع. هذه تعرف أولاد صغار وهذوما رياضيين وصغار والحمد لله باقي نقولوا خير فيما اختاره الله. بالنسبه للباقيين يعني في الاستعجال، شنو الحاله النفسيه نتاع الملاعبيه نتاع الباقيه نتاع الملعب التونسي؟ الزوز اللي بقاو اون تا دوبسيرفاسيون تو يجاوبكم عليهم الاطباء، نتحمل هما يتحملوا مسؤوليه. شكرا لك سامي في انتظار تمشي للاطباء. سامي بارك الله فيك، يعطيك الصحه. سامي نمشيو للجابون. سامي اقعد معنا سامي. رازي هو معايا الطبيب، تقعد معايا سامي اقعد معايا نمشي للجابون. هو معايا رئيس ونرجع لك. نمشيو للجابون. محمد علي كذلك معايا. اي برا محمد علي معك. حاتم مساوي تفضل محمد علي. مرحبا بك رازي. بالفعل معايا حاتم مساوي، بديت عليه شويه لانه كيما قاعده تشوف ظروف قاسيه برشا قاعدين نخدموا فيها، نخدموا وراك رياج بالسيف ما وصلنا لهنا. حاتم زوز كرات ثابته وعقم هجومي خلينا نخسروا مباراه اليوم. صحيح كلامك صحيح، معناها كي تحوصل تعمل اناليز تاع الماتش، معناها بريستاسيون باهيه، فوليم دو جو عملنا مليح، وخلينا بوزيسيون البال كلها بريسك عندنا احنا المنتخب التونسي، لكن غلطنا خلصنا. تعرف عندهم دو جور دو كاليتي قدام ما يرحموكش، معناها الله غالب، معناها ان شاء الله ضد منتخب الجزائر يعاودوا يتهلكوا. الحاجه الباهيه معناها كلمناهم زواريت، قلنا لهم بعد الماتش لازمكم مونتالمون الكل تكون فرحانه بالبريستاسيون هذه شويه. كما قلت انت الفرص كي تجيك لازمك ترتيهم، لازم تمشي لقدام. المنتخب الجزائري المنتخب التونسي معناها توا الريزولتا ومعناها الكاليفيكاسيون في دينا احنا، معناها الماتش ضد المنتخب الجزائري صرنا نعرفوا كيفاش بولو، نعرفوا منيح المنتخب الجزائري، تفرجنا فيه وان شاء الله بقدر ربي نكونوا معنا حاضرين المباراه. إذا برشا خدمه خاصه على المستوى الذهني تحضير الماتش الثاني والثالث. ساعات والله بصغر كي ترى معناها البريستاسيون حتى ولو ما لعبناش منيح وقبلنا يمكن الحاجه الباهيه، معناها لعبنا منيح، فوليم باهي، بريستاسيون باهيه، ان شاء الله بقدر ربي الناس الكل تكون حاضره ضد المنتخب الجزائري. نعاود نقول مش منتخب سهل كيف مع ثم منتخب ضعيف، منتخب قوي رينا الزيمبابوي ضد الجزائر، ان شاء الله بقدر ربي ضد الجزائر تكون كاليفيكاسيون ضد المنتخب الجزائري بقدر ربي ان شاء الله. شكرا لك حاتم علي. علي معلول مشكور، علي معلول قاعد استنى فينا. علي، هزيمه قاسيه المنتخب الوطني التونسي مقارنه بحجم اللعب والفرص اللي خلقناها في المباراه، كنا على قد قادرين بسجلوا هدف. صحيح هزيمه قاسيه، ما كنا نجم نسجلوا اكثر من هدف. معناتها اللي تفرج على المقابله اليوم شاف انه المنتخب التونسي عمل كل شيء في المقابله الا انه باش يحط الكره في الشبكه. معناها شفنا ملي بدينا المقابله ابار زوز بونتوات اللي قبلناهم ما قبلناهمش على اللعب، زاد قبلناهم سور دي بالاريتي. مي الحاجه الباهيه انه شفنا النمبر دي زوكازيون اللي عملناهم اليوم، المانير اللي عملناها. في بالي المنتخب السنغالي اللي كان كما الناس تحكي انه عنده نجوم قادرة تربح المنتخب التونسي افيك لمانير، اليوم ما شفنا حتى شيء من المنتخب السنغالي، بالعكس شفنا المنتخب التونسي يلعب وحده في التيران، عمل كل شيء. كانت ناقصتنا اللمسه الاخرانيه باش نحط الكره في الشبكه، الله غالب. الحاجه الماتش هذا نحاولوا نحفظوا منه الحاجات الباهيه اللي عملناها اليوم، نحاولوا نصلحوا من الاغلاط وان شاء الله الجاي خير ان شاء الله. يعطيك الصحه علي. رازي تقعدوا معايا، واذا كان فما عندك شكون في الاستوديو غاديك المحللين نتاعنا يحبوا يتوجهوا بسؤال، نستناو لاعب اخر من المنتخب نتوجهوا له بسؤال. محمد علي احنا معاك. ثم شكون تنجم تزيد تاخذ من العبايه؟ ما نعرفش كان ثم سؤال من سيد البلاتو. اي مسالش كان عندكم سؤال توجهوا لي، شنو السؤال تحبوا توجهوه؟ شكون ثم معاك مثلا باش نوجهوا له سؤال؟ عندنا العديد من الاسئله احنا كان فما ملاعبيه قاعد مثالش. انا معاك مباشر، فما ملاعبيه قاعد نشوف فيهم، فما ملاعبيه قاعد نشوف فيهم جايين. محمد علي فما ملاعبيه قاعد نشوف فيهم جايين. رازي اللي صار اليوم عمرنا ما ريناه، يعني سيكوريتي كبيره برشا 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 هوني في الملعب، مسكرين برشا على وسائل الاعلام، يعني الملعب محاط بالجرياج ومسكر. ما ثماش زون ميكس، ثماش المنطقة المختلطة. المنطقة المختلطة تعرف رازي مخصصة للقنوات، مخصصة للقناة المالكة للحقوق، فيها فقط كاميرا واحدة. رازي كل الصحفيين التونسيين لو كان تحب تشوف لهنا كان تعمل. شوف لنا صحفيين تونسيين، خذ لنا صحفيين تونسيين. شوف الصحفيين التونسيين الكل والبعثة التونسيين الكل، حتى زملائنا المصورين وفي الإذاعات. حسني المنوبي خبير، حسني يظهر لي اللي صار اليوم عمرنا ما شفناه في بطولات الافريقيا. انا عملت 12 كوب دافريقيا عمري ما شفت الشيء هذا، ياسر سيكوريتي وياسر حسران، نفس ما فماش، خاصة مع وسائل الاعلام، خاصة شيء كبير. ربي يستر وكاو. راسي صدقني وصولنا للبلاصه هذه، خاصه لينا احنا معناتها كصحفيين، خاصه لينا احنا قلت لك وصولنا للجهه هذه، خاصه احنا كصحفيين في التلفزه ومعنا كاميرا، ميسيون كانت امبوسيبل رازي. يعني فما حتى الحراسه، اعوان الحراسه من الجابونيين من هوني يجري ورانا. تو خليت زميلنا منصف الخميري وزميلنا المصور امين بن احمد قاعدين يتعاركوا مع اعوان الحراسه باش نجمت انا نوصل لهنا. بحق ميسيون امبوسيبل رازي. لقيتهم بعركه باش خلت انت؟ لقيت لهم، بعثت لهم عبد الرحمن وسي المنصف، بعثت لهم عبد الرحمن وسي المنصف وامين، لقيتهم وصل عبد الرحمن بحذايا لاباس رازي، مازال امين وسي المنصف ما نعرفش يوصلوا ولا نمشي نشوفهم في مركز من المراكز هوني في الجابون. اه ردوا بالكم، اعطينا فكره على جوي محمد علي نتاع المباراه بصفه عامه، معناتها كنت عايش غادي. شنو المورال نتاع اللاعبيه نتاع المنتخب؟ اجواء المباراه فشل ساعة، فشل جماهيري ذريع رازي يظهر لي كما شاهدته في المباراة. ما كانتش فما حضور جماهيري في المباراة، كان بويكوت من الجماهير الجابونية، كانوا معاملين على هوني فرانسفيل باش تحضر الجماهير لأنهم يحبوا كما قلت البارح الرئيس عمر بانجو، لكن الجماهير حتى هوني في فرانسفيل ما جاتش. الصحفيين هوني الناس الكل رازي، علي بانجو عفوا والده عمر بانجو. بالنسبة للصحفيين رازي هوني كانت مفاجأة للناس الكل في بداية المباراة التشكيلة. بونغو باهي قلت الصحفيين الكل تفاجئوا لهنا بالتشكيلة. فما ناس كانت تتصور انه وهبي الخزري باش يكون اساسي، فما ناس كانت تتصور انه الخنيسي باش يكون اساسي، لكن ذكر البارح احنا رازي في حصتنا العشية كنت اكدت انه لاري العزوني اقرب والعكايشي اقرب من الخنيسي باش يشارك في المباراة، وهذا اللي صار رازي. العكايشي والعزوني هما اللي شاركوا. على كل رازي خليك تمشي للبلاتو وقت اللي يوصل للاعبي اخر هوني نربط من الجابون لسوسه، نرجع لك انا. عندك حاجه خاطر صار حادث مرور اليم في تونس. سامي نمشي لك مباشره، يلا. اهلا بك رازي، ومعايا يعني الطبيب في المستشفى الاستعجالي رياض بوكيف. رياض طمنا يعني على الحالات اللي جاتك لهنا للاستعجالي، وقداش من حاله توا؟ خلينا نطمنوا حتى العائله كامله نتاع الملعب التونسي والساده المشاهدين. اولا اللي جاونا القسم الاستعجالي بيسهلوا لهم عدد 10 من كانوا راكبين في الحافله، وحالتهم الجمليه لاباس، باش نستحفظوا بزوز باش يقعدوا تحت المراقبه بعد السويعات، و8 باش يروحوا. اولا صحيح هي فاجعه كما قلت، المتوفي هو توفى على عين المكان وما جاناش، دونك مشى القسم ديريكتومون القسم السبيطار فرحات حشاد. اولا نغتنم فرصه باش نترحم على عائلته ريالمون، احنا كلنا اون ايتي توشي توكا. احنا من ناحيتنا من ناحيه السبيطار كل ما هو طاقم طبي والطاقم شبه طبي وحتى الطاقم الاداري، السيد المدير والسيده المديره الجهويه كانوا موجودين، والحق كنا قايمين بالواجب. ما ننساش الاولاد هذوما كانوا يستحقوا حقيقه رعايه نفسيه، دونك تفضلوا. جانا استاذ جامعي من سبيطار فرحات حشاد من اختصاص امراض النفسيه اللي جا وشافهم واحد واحد وطمن عليهم واللي يستحق الدواء. رياض سمعنا ثم حالتين مازالوا لنا عندكم في الارجونس، شنو حالتهم النفسيه وشنو هي امورهم المعنويه؟ يعني شوف الحالات النفسيه متفاوته، فما اللي لاباس عليه وحالته النفسيه مش باهيه بكل، لكن نجم نقولوا حتى الاضرار ماهيش كبيره، معناها اضرار صغيره اللي تستحق بعض السويعات نتاع مراقبه، وبقدرة ربي الكلهم باش ينجموا يروحوا لاباس. يعطيك صحة، يعطيك صحة سامي. رازي ومعايا المدرب رازي، عندنا مدرب الصنف الأصغر رازي. هاي ما يسالش نقعد معك سامي. هاي شكون معك؟ رازي هو أحمد قاعد يقص يعني صنف الصغر في كرة اليد. أحمد الهمامي، شنو هو اللي صار بالضبط اليوم في الحادث؟ يعني خصوصا انه ملاعبيه كيما هكا معناها صغار ويلزمهم إحاطة ويلزمهم تغطية، شنو هو اللي صار بالضبط اليوم في الحادث؟ خلينا نسمع معاهم. كان معاهم في الكار. اي رازي كان معاهم في الكار بمناسبة يعني مباراة اتحاد صيادة، يعني كان يلعب في كرة اليد. شابة مصيبة، نلعبوا مع شاب. انا ربحنا غاديكا مروحين صغار يعني تغني وكل شيء، والعجله اليسار نتاع الكار ترشقت، يعني مشينا للديريكت، مشينا لليسار، يعني مشينا للفوا الاخر، وفما كل وحده هكايا طحنا غاديك، الكار قعدت تمشي تمشي، من بعد بدات تقلب الدور الدور. ديجا انا راكب وين يعني شوفير للسوق، جاب ربي يعني هكايا قمت حمدول، قعدت نكسر في البربريز الاولاني باش نخرج جوالاتي الكل، خرجوا واشرف الله يرحمه الله غالب فارقنا، جاء تحت الكار، يعني حتى دزينا بحراره الروح الكار ما نجمناش نحركوها جمله. اللي طلبنا الحمايه، جات الحمايه الله يرحمه، فاجعه اليوم للاستاد التونسيان ولتونس الكل، ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء الله الجولات المضروبه الكل تولي ترجع لباس، ان شاء الله ربي يصبر عائلته وصبرنا نحن، هذاك ولدي انا عندي وخويا وصاحبي الله غالب، ويصبر زاده حتى جميع يعني اسره الاحد الرياضي. تعزيه يعني الحاره رازي الله غالب، الله يرحمه وينعمه، أشرف الشرقي تغمد له الفقيد بوسع رحمته وأسكنه فراديس جنانه ورزق ضويه وأهله جميل الصبر والسلوان. رازي شكرا لك سامي، جد تعازينا عائلة الملعب التونسي الرياضية بصفة عامة، حقا خبر مؤلم، خبر محزن، كنا واكبنا الحدث طبعا، كنتوا تتفرجوا، الله يرحمه وينعمه ويصبر عائلته. نرجع للجابون مع محمد علي. محمد علي مرحبا بك رازي مرة أخرى، حتى هون البعثة الإعلامية اللي في الجابون رازي تأثرت برشا بوفاة لاعب الملعب التونسي، إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته. هاو جاب حذنا فرجاني ساسي، فرجاني اللي يغيظ في مباراة اليوم أنه قدمنا حجم لعب كبير، لكن رغم هذا ما انتصرناش. طبعا صحيح اليوم الحاجه نيجاتيف اللي هي ما فوزناش، لكن برشا حاجات بوزيتيف اللي هي معناها تحكمنا في الماتش كامل، خلقنا برشا فرص، عملنا فوليوم دو جو كبير برشا. اليوم لا غالب نتاسفوا لرواحنا على الهزيمه، لكن ديما نرفعوا رؤوسنا ونكملوا معناها نخدموا، ثم كيما قلت لك ثم برشا حاجات بوزيتيف نحاول نبنيو عليها، وان شاء الله الماتش الجاي تكون ثم ريوسيت. وكاو يعطيك الصحه، شكرا لك فرجاني. دخلتها بعضها اليوم رازي، ها تشوفوا شوفوا عاود الحراسه في قاعد، دخلتها بعضها في اسامي، لكن ظروف قاسيه برشا نخدموا فيها. رازي نشوف في اونري كاسبرجاك بعيد شويه علينا، يمكن يجينا لهوني، نرجع معكم مره اخرى رازي. خط مفتوح بالنسبه ليك محمد علي، انت حكيت على اونري كاسبرجاك، خلينا نربط باوري كاسبرجاك في البلاتو. اونري كاسبرجاك 27 مباراه كما قاعدين تشاهدوا، تنجموا تشاهدوا الارقام هذه، 27 مباراه في الكان، لكن حبينا نعرفوا في اول مباراه ليه في الكان شو يعمل كاسبرجاك الى حد الان. فوز وحيد عمل، 4 تعادلات وزوز هزائم، اذا مش من عاده كاسبرجاك انه يفوز في اول مباراتيه في مشاركته في الكاس، رغم انه عنده خبره كبيره على مستوى المنتخبات في افريقيا، درب 5 منتخبات، درب المغرب والسنغال ومالي والكوت ديفوار وتونس. ديما المقابله الاولى مقابله صعبه مهما كان بكل المقاييس مع المنتخبات هذه انت والقرعه، كما اليوم القرعه خلاتنا نجم نقولوا مع ابرز منتخب في افريقيا، الفريق المرشح نجم نقولوا رقم 1 بكل صراحه للفوز. واليوم الروح اللي شاهدناه على منتخب السنغال هي نقطه قوه هذا الفريق، لانه عودونا غانا والكوت ديفوار والكاميرون، عودونا انه عندهم نجوم، عندهم لاعبين كبار يلعبوا في بطولات اوروبيه كبيره. خلينا في كاسبرجاك مش من عادته انه ينتصر في مبارياته الاولى، هذا حكينا البارح على انه كاسبرجاك بدل الفلسفه نتاعو، كان 4-2-3-1 ولا 4-3-2-1، دوك الارقام هذوك وماك في الاخر ما تلقى حتى شيء في التيران. اي وحكيت لك انا على كاسبرجاك ما يربحش المباراه الاولى نتاعو. علاش ما يربحش كاسبرجاك مباراته الاولى؟ ثم مباراتين اخرين يلعب على المباراه الاولى. صحيح، لكن هو لما حكيت لك على الواقعيه، لما يلقى منتخب سنغالي كمنتخب نتاع اليوم بصراحه صعب انك تتفوق عليه، صعب به صعب منتصر. أنا نحب نرجع، فما كلمة تقالت على مقابلة، ولو أني باش نسبق شوية المنتخب الجزائري، كان نربحوا الجزائر اللي خلينا من زير باش نحكيو الجزائر. أعطيني في كاسبرجاك، ما تهربش بيا، أعطيني كاسبرجاك فلسفته اللي بدل توا ولا يلعب زوز في المحور مع 3، لقيناها اليوم في التيران ما لقيناهاش، فلسفته تغيرت، ريتها تغيرت فلسفته مقارنة بالمباريات الأخرى، ولا اليوم رينا نفس الحكاية. لا لا الاختيارات ديجا هو عمل القائمه على اساس باش يلعب 3 مدافعين في المحور، معناها عاد 5 مدافعين محور، 9 مدافعين في القائمه، وبعد لعب 4 مدافعين. لكن اليوم فلسفته تغيرت في الشوط الثاني معناها بارابور مقابلات اخرى اللي المنتخب ما يلعبش، المنتخب حب يستحفظ ما يقبلش يلعب على اغلاط. اليوم شفنا منتخب في الشوط الثاني كما شفناه في مصر، افيك دو لا ميتريز في وسط التيران، فما كره دور صحيح، ما فماش ريوسيت، فما كره ضربت على البوتو، فما ديزوكازيون. في الشوط الثاني، هو اللي كان فيه التحكم، نسبه التحكم في الكره المنتخب. الشوط الثاني يعود لا ميتريز، معناها كنا تحكمنا في الكره خاطر عندنا ملاعبيه تكنيكمون يعرفوا يلعبوا، كسوا فرجاني الساسي، حمزه الاحمر، وهبي الخزري يدخل في الميتون، يوسف المساكني، نعيم سليتي، يعرفوا يشدوا كره، يعرفوا يلعبوا الملاعبيه هذوما. مقابله حكاوا على المقابله ليه مع الشوط الثاني. اي الشوط الثاني مخالف للفلسفه اللي استانسنا بها مع كاسبر جاك. شفنا فما كوره في اعتقادي كاسبر جاك مش كاسبر جاك نتاع كل مرحله، المرحله ذي ممكن اصعب عليه شويه كاسبر جاك على اعتبار انه مدرب. اذا كان انت تعرف روحك تنجم تلعب بخمسه مدافعين وعندك ثقه في 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 افكارك وفلسفتك الفنيه، تكمل بها وما تغيرهاش. مش على خاطر كلموك وقالوا لك كيفاش وسمعت برشا تحليل وغير تحت ضغط الجماهير وتحت ضغط الواحد بدل شويه. المدرب اللي عنده ثقه في نفسه ومتاكد من اختياراته يواصل فيها ويتحمل المسؤوليه نتاعو. انا ماذا بيا كان لعب بالخطه نتاعو ونتاكدوا اللي هو قاعد يخمم وقاعد يفكر. نحس اللي ماهوش كاسبر جاك اللي قاعد يخمم في المنتخب الوطني، ماهوش كاسبر جاك اللي قاعد يخمم في المنتخب. واكيد معناها الحكايه هذيا تنبهنا لها البارح، قلنا راهو تغيير خطه قبل جمعتين من نهائيات كاس افريقيا، ربما معناها ثم مجازفه في الحكايه. مشكل الخطه حتى في الاختيارات، خاطر الفريق اللي لعب في مصر هذاك الفريق والخطه اللي يحكي عليها هو مع الملاعبيه اللي مشاو ما يتمشاوش برشا مع بعض. ما تبدلت الفكره نتاع ثلاثه في المحور اللي هي مشكله تنشيط دفاعي مش مشكله نوم. بعد ما تبدلت الفكره، الفكره الاولانيه كان باش نلعب 4-2-3-1 بوهبي الخزري. الفريق اللي بدا في مصر حمزه الاحمر وفرجاني ساسي وهبي الخزري يوسف المساكن ونعم سليتي وعكاشي مهاجم. صحيح في وسط المقابله كي تضرب وهبي الخزري ودخل لاري العزوني بالثلاثه اللي 3 ميليو تيران بلوز او موا. شفنا المنتخب يتحكم في الكره وافيك بلوس ديكيليبر. تبدلت الفكره مره اخرى واليوم عاودنا لقينا الفكره بارابور الماتش مصر، لكن تنحى وهبي الخزري ودخل لاري العزوني. هنا الاشكال في ربع ساعه الاولى تلعب بصانع العاب، يصيب لك صانع العاب. المفروض اذا كان انت مقتنع انك تحب تلعب بالخطه هذه تقعد بالخطه وتعمل تغيير. مثلا دخل وقتها دخل سليتي، نعيم سليتي تخليه هو صانع العاب مكان الخزري، ودخل صابر خليفه عضيواق. الاشكال نتاعو انه مثلا ما قراش حسابه انه مش يلعب بصانع العاب، لانه يعني بقي صانع العاب الوحيد اللي موجود وعنده خصال نتاع صانع العاب وتمرير الحاسمه مش موجود في القائمه. وبالتالي الاختيارات الرؤيه الفنيه نتاعو ما عادش تتماشى مع رصيد البشري اللي عنده. وبسرعه رجع للخطه نتاع مقابله اوغندا اللي هي 4-3-2-1 تقريبا لعبنا بها اليوم. وبالتالي على المستوى الفني وعلى مستوى الخيارات كان هناك اشكال، خصوصا ما قريناش حساب نقاط قوه منتخب السنغال. يعني نقاط قوه السنغال اليوم ما قدرناش ان نوقفوهم. السنغال ما ربحتش تونس، معناها اخر انتصار السنغال في مباراة رسمية ضد تونس كانت عندها 27 سنة التالي، يعني جويلها 87 من وقتها ما عمرنا ما ربحتنا السنغال. اليوم جدد العهد مع الانتصارات. شوفوا مع بعضنا شوية تو في الجهات كيفاش عاشوا المباراة هذيا، من بعد نرجعوا بلاتو. هو معامل عبنا هذه الأجواء في بعض الجهات. كلمة خير على تونس السنغال باش نحكيو على مباراة تونس والجزائر باش تلعب نهار الخميس، كلها كلمة أخرانية نتاعو. كلمة أخيرة أنه الفارق اللي عمل الفارق اليوم هو تغيير النسق. لما منتخب السنغالي تكون عنده يفك الكرة ويمشي للهجوم، يمشي بسرعة كبيرة كما لقطة جابت ضربة جزاء من تميرة من حمزة الأحمر، خسرنا الكرة ومشاو بسرعه للهجوم وبياخذونا وجات ضربه جزاء بعد خطا من عبد النور. في حين احنا لما نبنيو الهجمه، لما نفتكوا الكوره، الصعود نتاع الكوره والذهاب للهجوم كان بطيء نوعا ما، في حين انهم هما العوده نتاعهم من النزعه الهجوميه الى الدفاعيه يعني عوده رهيبه جدا، يعني حضور بدني كبير يرجع لكل فريق. الكل تلقى بسرعه على الاقل 9 لاعبين من 10 تلقاهم خلف الكرة، في حين أنه احنا لقينا مشكلة في العودة من النزعة الهجومية متاعنا النزعة الدفاعية. هذه النقطة الكبيرة اللي عملت الفارق. أنا حسب رأيي أنا ممكن في درجة 4 ساعة الأخرى اللي حسينا كون المنتخب كان سجل هدف، معناها كان دخلت كرة ممكن كنا نجموا نعدوا. استعملنا 2 تغييرات بركة بوتيتر واحنا نلعبوا في شطر الملعب تاع المنتخب السنغالي، واحنا عندنا البوزيسيون تاع الكرة واحنا نحكموا في اللعبة في الوقت هذاك. ممكن كنا نجموا نستعملوا تغيير ثالث افيك اون بريز دو ريسك زاده، معناها 2 مهاجمين وزوز ملاعبيه، بوتيتر نقول كنا نجموا نزيدوا مهاجم ثاني نوليو نلعبوا ب2 اتاكون. صحيح راه حكايه تنشيط هجومي، مش الفائده تحط برشا مهاجمين باش تسجل، مي بوتيتر كنا نجموا ناخذوا ريس، سورتو كوليبالي الملاعب نتاع نابولي كان عنده كارتون، وشفنا كل مره سليتي ولا يوسف المساكني اللي تعداو في اللاكس نتاع في محور دفاع السنغال يخلقوا الخطر. ممكن كان تعدينا ب2 مهاجمين نقول ممكن ناخذوا اكثر ريسك في الدرجين الاخرانيين اللي كنا متحكمين فيهم في المقابل. ناخذوا راي اخر، نرجع لك فهمي نختم معك. ناخذوا راي اخر، ناخذوا راي ماهر كنزاري اللي كان على البنك في الكاس افريقيا الاخرانيه مع اللي كان. شوفوا شنو اللي قال على مباراه تونس السنغال ونرجعوا. يلا ماهيش غير دي زيرو كي تشوف لونسومبل دو ماتش. لو بروبليم اليوم ايتي كلير سيتي او نيفو دو لا ديفونس. كي نقول ديفونس اون فو با دير لي كاتر ديفونسور هكا قدامهم البيفو، دونك فرجاني اليوم كان ان سول بيفو يظهر لي سيتي ان انيماسيون ديفونسيف كامله اللي ما كانتش اليوم في المستوى. نحبوا ديما ليكيب ناسيونال ونتكلموا النقاد ولي تكنيسيان ولي جورناليست نتكلموا ليكيب ناسيونال ما تلعبش ما تلعبش. انا لعبنا اليوم ماتش باهي وسبيكتاكولير كما نقولوا، لكن مالوغوزمون نيفو ريزولتا سا با سويفي. وصلنا برشا مرات للجول، عملنا بوكو دوكازيون دو بوت. ان شاء الله افيك ان بو بلوس دو شانس كنا نجموا نعملوا ما خير اليوم. ان شاء الله لا شانس اللي دورت لنا ظهرها اليوم تكون معنا في لي دو بروشان ماتش. هذا ماهر الكنزاري شنو اللي قال، صعبناها شويه على رواحنا مباراه الجزائر باش مباراه مهمه ياسر. فهمي شنو تقول قبل ما نحكيو على ماتش الجزائر توا؟ انا من رايي انه الملاعبيه اللي قالوا احنا قدمنا فوليوم دو جو وقدمنا مقابله كبيره، راهو الجمهور التونسي راهو مستانس بالكلام هذايا ونحبوا حابين نربحوا اليوم اقل حاجه تعادل باش نبقاو على الاقل حظوظنا وافر، سورتو بعد ما التعادل نتاع الجزائر اليوم نتصور انا ثم 2 ملاعبيه اللي ما نتصورهم. دقيقه بوزقارو، دقيقه برك نمشيو بوزقارو. يلا بوزقارو. شكرا رازي. ها معنا اوري كاسبر جاكا. Ils n'ont pas pris les buts. Malheureusement qu'on a eu de nombreuses occasions. Et ce qu'il faut retenir que l'équipe, notre équipe tunisienne commence vraiment bien carburée actuellement. C'est-à-dire que physiquement, les joueurs aussi, ils ont gardé physique surtout 90 minutes. Parce qu'on a vu que l'équipe tourne bien. Aussi, on a créé des occasions par surtout le rendement individuel et collectif, et les joueurs. Malheureusement, aujourd'hui, bon, bien sûr, si on regarde un peu la physionomie des matchs, on pouvait gagner 5-6 contre le Sénégal. Malheureusement, bon, on n'a pas réussi avec de nombreuses occasions de but. Coach, le changement de Wahb El Khazri, vous ne voyez pas qu'on a trop respecté le Sénégal? On a joué 3 au milieu. Wahb El Khazri, oui, mais pas titulaire. Mais vous savez, c'est toujours après les matchs. On a meilleur renseignement, bien sûr, on a meilleure analyse, etc. Vous savez, on est parti, bien sûr, on est parti, pour vous donner une explication, on est parti dans le premier temps, après la blessure de Khazri, où il était légèrement blessé, on est parti avec l'idée, travaillant dans la semaine pour préparer ces matchs contre le Sénégal, avec une idée, c'est que ça sera bien que on fait confiance à les garçons qui ont donné satisfaction contre l'Égypte. C'est vrai que même en première mi-temps, bon, on a géré les matchs, on a conservé les ballons aussi, on a essayé de développer les jeux. Malheureusement, bon, peut-être on a eu moins des occasions qu'en deuxième mi-temps. Et les deux buts pour attraper contre une équipe solide comme le Sénégal, attraper les deux buts de retard. Et bien sûr, ça n'était pas facile. Donc, ils ont après, bon, même qu'on a eu de nombreuses occasions, ce qui nous manquait, c'est marquer un but, contact, avoir les contacts, bien sûr, pour peut-être faire les meilleurs résultats possibles. Okay. Coach, on jouait... Bien, mais derrière, le changement de défense, on a joué 3-5-2, maintenant on a joué 4-3-2-1. Et le changement surtout de 3 joueurs dans l'axe ou 2 joueurs. Mais vous savez, on insiste beaucoup, on parle beaucoup, 3 défenseurs, 4 défenseurs. Je crois qu'on a une équipe maintenant qui peut jouer avec 4 défenseurs. Parce qu'à l'époque, bon, ça a été plus difficile. On a insisté beaucoup sur les résultats. Parce que je crois, pour se remettre en confiance, pour construire quelque chose de plus solide, bon, on s'est dit, ça sera bien qu'on ne prenne pas beaucoup de buts. On essaye de faire la différence pour gagner les matchs. Aujourd'hui, avec les convocations des joueurs qui sont en vocation plus offensive, on essaye un peu de développer les jeux offensifs, ce qui est le cas aussi. Et bien sûr, dans les matchs éliminatoires, la Coupe des Nations, on a joué 4-4-2, on a joué plusieurs matchs. Et là, on a resté avec 5 défenseurs plus tard, parce qu'on a fait des bons résultats, vous savez. C'était intéressant. Aujourd'hui, on a une équipe qui joue à la CAN, bien sûr, dans la phase finale. Et puis aujourd'hui, on a des joueurs différents qui n'ont pas toujours participé dans les matchs éliminatoires. Et je crois qu'on peut quand même... satisfait de la prestation, même si on a raté des occasions à faire la différence et gagner peut-être ces matchs. Mais l'équipe, elle était bien présente, elle était bien sur le terrain, bien en place, avec un bon quadrillage. Non, mais c'est... Bon, vous savez... Et je crois que ce qu'on a raté, c'est l'efficacité offensive qui nous a fait mal. Coach, maintenant le match d'Alger, coach, comment on va jouer contre l'Algérie qui est sur papier plus forte que le Sénégal? D'abord, il faut souligner que les matchs contre l'Algérie, c'est un match, je ne dirais pas décisif, mais c'est un match important. Donc, bien sûr, avec les morales qu'on possède aujourd'hui, aussi avec l'état d'esprit des joueurs, etc., aussi la forme des joueurs, parce que les joueurs, ils sont en progrès. On a eu déjà depuis le match Ouganda, à peu près, on a vu que l'équipe est en progrès. On retrouve, c'est plus facilement sur le terrain. Et puis, les joueurs sont là, en bonne santé. On a récupéré Khazri, on a récupéré aussi Abdenour, on va récupérer Benamor. Donc c'est bien, parce que c'est des joueurs qui sont actuellement bien. Donc, il n'y a pas de raison qu'on... On ne prépare pas les matchs contre الجزائر. شكرا لك محمد علي. شكرا لك. هذا آخر حوار باش يغادروا ملاعبية المنتخب. تفضل أسي. كتنجم تتابعهم بعد تنجم تدخلت عليهم النزل ولا محمد علي تاخذنا صورة والكار داخلة كان نجمت باش نختموا بها كان نجمت مزيان. رازي ما نتصورش كان باش تقعدوا بعد نصف الليل انتم رازي. لا هكاك رازي ما تنساوش نقعدوا بعد نص الليل لانه فما اكثر من 50 دقيقه من هون لنزل المنتخب. باهي اوكي شكرا لك محمد علي. كيما ملخص شويه كلامك كاسبر جاك، ولو انه شخصيا معناها ما قنعنيش برشا، معناها كلام دبلوماسي شويه، عموميات، معناها كنا خير وكنا نجموا نربحوا 5 ولا 6. قالوا وسألنوا على المنتخب الجزائري، قال مش نرجع لنا الخزري يرجع بن عمر ويمكن معناها باش يرجعونا ملاعبيه اللي كانوا مصابين ومعامل عليهم باش ربما يعمل مباراه باهيه ضد المنتخب الجزائري اللي نتمناو بالطبيعه انه منتخبنا التونسي يفوز ضد المنتخب الجزائري لانه الامور توا ولات صعيبه شويه. فاهمي شنو تقول؟ لازم يعاود يتفرج في الماتش، لازم يحلوا معناها بكل جديه بكل ثقه، معناها يفهم روحه واش قاعد يعمل. يعني هذا ممكن كلام لازم يقولوا للصحافه، لكن يظل ثم فنيين في تونس وبرشا توانسه يعرفوا الكره والناس كل يظل ماهيش راضي على الاداء، وبرشا حاجات صارت في المنتخب الوطني التونسي، كره على البار ولا بينالتي ما عطاهاش الحكم ولا غيره، هذا كله ما عادش يعني بقدر ما تعني النتيجه. اليوم راك خسرت ضد السنغال 2-0 وصعبت على روحك المهمه في الكان هذايا. حاجه اخرى يلزم بصراحه يلزم يعمل معالجه للدفاع، يعاود يعالج روحه فما، لانه ملي جا هو عندنا مشاكل دفاعيه ديما نقبلوا برشا في اهداف، وايضا زاد يظل على المستوى الهجومي لازم يشوف روحه اش عنده، لانه بصراحه ماناش قاعدين نراو في منتخب نحسوا ثم ارتجال على مستوى الهجوم. يعني كل ملاعب بالفتره نتاعو كيما جات الكره يشوط ما نحسوش انه ثم فكر نتاع مدرب قاعد يخمم، نحسوا ثم برشا ارتجال في الهجوم نتاع المنتخب، دونك لازم يعاود يصلح برشا حاجات المدرب. هذا الهدف اللي رفضه المنتخب التونسي بداعي التسلل بالنسبه للمساكني. 2-2 الجزائر زيمبابوي، نتائج امامكم 2-2 الجزائر زيمبابوي، 2-0 للسنغال امام المنتخب التونسي. وطبعا الان باش نحكيو على الجزائر. الجزائر مباراة كبيرة باش تعدى، مباراة ديربي، مباراة اجواء، اكيد ناخذ فكرة على تحذيرات المنتخب الجزائري قبل المباراة هذه ومن بعد نرجعوا. La seule chose qui m'intéresse, c'est de qualifier. Le reste, ça ne m'intéresse pas trop qui est le favori. Ça va? Un match derby entre Dzaïr et Tunis. احنا ماشي اعداء، احنا خوات الجزائر وتونس. ان شاء الله نتمنوا احنا تكون مباراه في روح رياضيه كبيره والميور هو اللي يفوز ان شاء الله. Pensez-vous de la sélection tunisienne? Non, c'est une équipe mature avec beaucoup d'expérience qui est dure à manier défensivement. Je pense que c'est une des qualités de cette équipe. Après offensivement, voilà, il y a quelques joueurs que je connais comme Youssef qui reste un talent et donc voilà, ça va être un match très serré et puis Inch'Allah que le meilleur gagne. إذن هذه تحذيرات المنتخب الجزائري، نجوم كبار، مونتاج كان لنضال العرب. نحب نشكر برشا الفريق الصحفي كذلك الفريق التقني وتاع التركيب، طبعا نضال العروه، حمزه بن ضيف، فاتن بن سيب، عمر مالك، هلال المجبري وفاتن شمام، نحييهم برشا. منتخب جزائري نجوم كبار، لكن اليوم رينا مباراه ضد زيمبابوي 2-2. حتى زيمبابوي ضد كيف نبهنا البارح، قلنا راهو زيمبابوي ما لازمناش نستخفوا به، راهو فريق جاي وصل للكاس افريقيا، راهو ما جاش من الفراغ، معناها تعدى بمسيره صعيبه شويه، مادام وصل معناها فريق عنده ما يقول، وهذا ما صار اليوم. المنتخب الجزائري لقى صعوبات اليوم ضد المنتخب الزيمبابوي. اليوم الجزائر عانت من مشكل. ولا سامحني، نمشيو فاصل الشهري من بعد نرجعوا نحكيو على المنتخب الجزائري. فاصل ونعود. مع أريدو أحكي وما تعيش، البونوس ما يوفاش. مع ال1000 بتاع أريدو تمتع حياتك الكل ب100% بونوس على كل عملية شحن ب5 دينارات ولا أكثر، وزيد قد ما تشارجي قد ما يجيك البونوس. باش تتمتع بالعرض اضغط على نجمة 140 جيز وإلا زور أقرب بوتيك أريدو. أريدو مرحبا بكم مجددا. طبعا نحكيو على المنتخب الجزائري توا، قاسين عليك نادر، تفضل. اي اليوم قلت المنتخب الجزائري ما بصراحه ما انتظرناش المردود هذا. انت حكيت على نجوم فعلا، لكن انك النجوم هذوما ممكن انت ما انتظرتش الزيمبابوي، مش ما انتظرتش المنتخب الجزائري. لا قلت البارح قلت البارح انه الزيمبابوي مش تكون مفاجاه ما حكيناش عليها، لكن هو فريق متكون من مجموعه. زيمبابوي تو نجي نحكيو عليه، متكون من مجموعه ما عندوش. كان المباراه تكون سهله المنتخب الجزائري اليوم على الورق. المفروض أن الجزائر عندها من الملاعبين، يعني كي تشوف موازين القوات تحس أن الجزائر. أنت تعرف اللي الزيمبابوي عام 2004 كأس أفريقيا اللي صارت في تونس، في الدور الأول الزيمبابوي ربح المنتخب الجزائري في واحد في تونس. صحيح صحيح، لكن الوقت حاليا شوف أنا نرجع لك ل 94. هو الزيمبابوي منتخب المفاجآت. في 94 خرج المنتخب المصري من تصفيات كاس العالم زيمبابوي، يعني هو فريق مفاجآت. لكن الفريق هذا استعد كما ينبغي، عنده فريق واضح يلعب 4-4-2 يتعمد على المجموعه. اليوم منتخب الجزائر ما نجمش يوظف المهارات الفنيه الكبيره والفرديه للاعبيه في عمل جماعي. هذا اللي ما شاهدناش اليوم. الابراهيمي اللي لعب خلف سليماني ولعب رياض محرز والسوداني الرباعي هذا اليوم ما كانش يقوم بالدور الدفاعي اللي مناط به، خلى انه بن طالب وقديوره كلاعبي ارتكاز لقاو مشاكل عديده. هذا الى جانب انه منتخب الجزائري قلنا انه فريق عنده اشكال كبير على مستوى الدفاع. لاحظنا اليوم تغيير واضح اليوم بالقروي غير موجود، لانه دفع ضريبه الاخطاء البدائيه اللي قام بها مقابل نيجيريا. اليوم مندي معه لاعب من 70، لاعب شاب في فريق ران 21 سنه. بالخيث خذا فرصه انه ظهير ايمن اليوم وكان خارج الموضوع، وهنا يدل على انه الفرق بين نسق الدوريات المغاربيه الجزائر المغرب تونس، ولما تمشي تلعب في نسق عالي نتاع منتخبات افريقيه الملاعبيه نتاعها ينشطوا في بطولات اللي النسق نتاعهم مرتفع، وبالتالي الفوارق كانت واضحه. اذا كان نجموا نستغلوا حاجه في المنتخب الجزائري هو نقطه الضعف نتاعه هو على مستوى الدفاع. نقطتين، ان هناك مشاكل فرديه في اداء المدافعين في حد ذاتهم، وكذلك ككتله دفاعيه لاعبي الهجوم اللي عندهم مستوى فني ممتاز ما يقوموش بالدور الدفاعي نتاعهم، وهذه نقاط نجموا نستغلوها. ونقطه اخرى انه سفير تيدر خلى فرق كبير اليوم. الزيمبابوي بصفه عامه ديما ينهزم في المباراه الاولى في مشاركاته، لاول مره ما ينهزمش في اول مباراه ليه في الكان، هي ثالث مشاركه ليه في الكان، في حين المنتخب الجزائري تقريبا كيما تونس معناها ما يفوزش في مباراته الاولى، خلافا لدور 90 اللي كان نظمها في الجزائر، يعني في اخر 10 مشاركات عمره ما كان يفوز في المباراه الاولى. منصر اليوم اللي عمل الفارق هو المبولحي، معناها حارس منتخب الجزائر، معناها كان تقلب الحراس المقابله توفى 4-1 لزيمبابوي بالحق. نحى ثلاثه كرة في الشوط الأول، زوز كرة في الشوط الثاني، ليتي ديسيزيف اليوم المبولحي. هو خلى المنتخب الجزائري في المقابلة في 2-1 كانت النتيجة تولي 3-1. ما عندك ديزانديفيدواليتي معناها في أي وقت قادرين مش يعملوا الفارق. حتى اللي في البنك معناها كي تشوف رشيد غزال نتاع ليون ولا اللي لعبوا من الأول، ما نعرفش ممكن نتصور بوتيتر تكون فما سوربريز في التشكيله نتاع منتخب الجزائري في مقابلتنا الخميس. ممكن يضحي بملاعبي، ما نتصورش برايمي خاطر اللي لعب ورا المهاجم اليوم، ممكن ينحي يا برايمي يا سوداني ويزيد ملاعبي ثالث في وسط الميدان. تصور الجزائر تلعب مع تونس على التعادل ولا على الفوز؟ لازمها تربح حاجه. المنتخب الجزائري لازم يربح، عنده مقابله التعادل باقي ما يخليه الكوش. المشكله فما كلمه قالت اللي مقابله الترشح معناها وكانه مقابله الزيمبابويه معناها مربوحه، الورك باش تكون ماتش صعيب برشا الماتش الثالث مع زيمبابوي. حتى كان زيمبابوي يخسر مقابلته مع منتخب السنغال، ماهوش ماتش سهل. ناخذ كل مقابله ومقابلتها، هذا باش يكون ماتش صعيب مع منتخب الجزائري. انا ريت منتخب الجزائري اليوم ما وراش حاجه كبيره، ما همش باش يكونوا كما اليوم. يعني من المؤكد كون المنتخب الجزائري باش يكون احسن من اليوم. اخطاء دفاعيه كبيره برشا، ممكن هبطوا المقابله وسجلوا فيسع هدف رياض محرز، صار رولاشمو، فما ممكن استسهال شويه للمقابله، ومن بعد يزويو دي ديفيكولتي من ناحيه دفاعيه، كان فما برشا غلط. لكن الخط الهجومي معنا سوداني محرز سليماني وابراهيم يلعبوا وراهم، قادرين في اي لحظه باش يعملوا الفارق، كانوا نجموا في اخر المقابله حتى يسجلوا الهدف الثالث. في كلمه هو راهو الجزائر اليوم اكسبلوا نتاع رياض محرز معناها نفس الانشينمون اللي عم فيه في ليستر وماركا لزبونتو وحده معناها اكسبلوا كبير برشا. جوست نحب نقول راهو الجزائر اللي فيها جورج ليكانس، جورج ليكانس عندنا معاه تجربه وشخصيا كنت نعرف المدرب هذايا في كان غينيا الاستوائيه الاخرانيه. الحقيقه منتخب الجزائر راه في اليوم نسخه اخرى منتخب تونس اللي كان في كان 2015، يعني ما نصوروا حتى شيء وما ننتظروا حتى شيء من منتخب الجزائر. علاش؟ لا هو باش نقول لك علاش، لانه بالحق ترى الاسامي هذه يعني بغير روح المنتخب، يعني شفناها الجزائر مع غوركيوف، شفناها مع ليلوزيتش، شفناها في المونديال. بالحق تحس منتخب، تحس الفكر تاع المدرب مختلف تماما. هنا كل شيء جديد في الجزائر. اليوم صارت برشا اخطاء، برشا مشاكل، هو بيدو مش عارف شكون يلعب في المحور، شكون يلعب على اليمين، عنده مدافعين عملت اخطاء، عمل اختيارات غالطه في حد ذاتها، عنده مشاكل مع فيغولي مع كارل مجاني. يعني لا اتوقع شيء من المدرب هذا جورج ليكانس، وان شاء الله هذا كله في يساعد شويه منتخب. زوز فيغولي اللي سجل اليوم مع ويست هام، سجل هدف. قبل ما نمشي معك نادر، وانت تحب الاهداف، واحد اخترت لنا زوز اهداف تاع المنتخب الجزائري صحيح في تصفيات المونديال الاخيره ضد كامرون وضد نيجيريا. عندك ما تعلق عليهم بالضبط؟ خلينا نشوفوا شنو مره اخرى حبيت يلعب المنتخب الجزائري، حبيت نسجل. ايوه حبيت ناكد على الاخطاء الدفاعيه. شوف هنا شوف التمركز تاع محور الدفاع، شوف الاخلاط كانوا عمل واحده اثنين مع المدافع، يعني هناك شوف الهدف كيفاش المهاجم. شوف هنا هذا بالقروي، يمكن هذه اللي خلات بالقروي مش موجود اليوم وتم تعويضه بال70. نفس الشيء شوف هنا ما ثماش يعني في محور الدفاع، يعني غريبه. الظهير الايسر اللي هو لاعب ممتاز كيفاش كسر، يعني كسر طريقه التسلل. شوف يعني حتى الخروج بالخطوه، شوف يعني 4 مدافعين، هذا خطا بدائي، المفروض الوقوف على نفس الخط. هنا مشاكل في الدفاع معناها بالضبط. هنا يلزمنا شوف مره اخرى في الواحد ضد واحد، شوف اسبقيه عدديه 4-5 خلط لاعب نيجيري، 5 ضد 3. وهنا حكيت انا على انه نجوم الجزائر اللي عندهم وسط ميدان هجومي. شوف حتى مباراه الكاميرون، شوف دائما من وسط من محور الدفاع تمشي الكره، تمشي على الاطراف. يعني بصراحه اذا كان ندرس المنتخب هذا كما يلزمنا نستغلوا هنا، خصوصا العكاشي وخصوصا الخنيسي اللي لاعب يطلب على حدود خط التسلل، قادر انه يفاجئ منتخب الجزائر اللي هو دائما قاعد يتغير. اذا كان رغم ان هناك استقرار على مستوى وسط الميدان الهجومي والمهاجمين، هناك تغييرات بالجمله اليوم بعد هذه مقابله اليوم في بين الشوطين خرج بن خيثر ودخل ظهير ايمن لاعب اتحاد العاصمه. يعني الاهداف هذه الظاهر انه العمل ثم مشكل في الدفاع، يلزم قراءه تكتيكيه سليمه باش نستغلوا العمل. ان شاء الله اكيد انا مدرس المنتخب الجزائري، صور مدرس، وان شاء الله ان شاء الله طبعا ياخذوا بعين الاعتبار مشكل في الدفاع. وهذا يلزم يتخدم تصور اطار فني يعرف في لي زونترينمون الجايين. عندهم مشكله في الترانزيسيون، يخسروا الكره ويبداو لي لاتيرو حاليا ولي جوار نتاعهم لي كاتر اوفنسيف واقفين، عندهم مشكله في الترانزيسيون كي يخسروا الكره. ايزون بوكو ديفيكولتي في الديفونسيف، في العوده الدفاعيه ولا في العوده كو مع نيجيريا ولا الكاميرون في مقابله اليوم. هذاك علاش قلت لك كان ما تصيرش ان شاء الله هلا معناها يخلي التشكيل هو بيده، معناها ما يعملش ان اكيليبر في وسط التيران ويدخل مثلا ملاعبي واحد اخر في وسط التيران، يكون نخدموا الهجمه السريعه كما شفنا اليوم منتخب التونسي في دي سيكونس. ممكن كان نركزوا اكثر في الهجمه السريعه، خاطر عندنا دي جوار ينجموا يبدلوا الريتم، خصوصا نعيم السليتي والا يوسف المساكني. نخرجوا الكره الاولى معناها ملي نفكوا الكره نلعبوا فيسعه فير لافون، نلقاو فيكساسيون، نجموا نقلقوهم برشا في الهجمه السريعه. انت قلت الهجمه السريعه، الاشكال انه لما كنا نلعبوا بثلاثه في المحور كنا نلعبوا الدفاع ونفتكوا الكره بلمستين ثلاثه الهجمه السريعه نوصلوا للهجوم. حاليا غيرنا الفلسفه اللي حكينا عليها نتاع ليكانس، يحب يلعب بناء الهجمه المركزه. بناء الهجمه المركزه يتطلب وقت كبير ويتطلب استمراريه، انك عده مقابلات تحافظ على الرسم التكتيكي، تحافظ على الخيارات باش تخلق اليات نتاع لعب قادر انك تكررها. حتى ليكانس شنو اللي قال؟ سامحني، قال انا لما تلعبنا بثلاثه انتصرنا كاسبر جاك. نقول له حتى انت لما جيت بديت لعبت 4-2 مع موريتانيا ذهابا وايابا وفزنا، ومع الطوق وفزنا، لكن رغم ذلك غيرت بثلاثه. الاجابه انت قل الاجابه ما كانتش مقنعه اللي جاوبنا بها ليكانس. نتمناو انه يعني يختار رسم تكتيكي، اهم شيء هو اسلوب لعب، تنشيط هجومي واضح، كيفاش باش تلعب، باش تبني الهجمه، باش تنتظر وتلعب الهجمه السريعه، باش تختار الملاعبيه اللي تنجح لك الرسم التكتيكي اللي انت اخترت انك تلعب به. سامحني لازم ملاحظه بركه سامحني نادر عندك الحق، فما حاجه كي منتخب يولي يحب يلعب كوره يشد كوره يلعب لاتاك بلاسي، هذا ما يمنعكش عن نحكيو على منتخب، نحكيو على ملاعبيه تكتيكمون عندهم الزاد باش ينجموا يتاقلموا. معناها حتى كي تلعب لاتاك بلاسي، شوف البرسا تلعب لاتاك بلاسي وقت اللي في وضعيه لو جو يعطيك لازمك تلعب لاتاك رابيد، لازمك تكون تنجم تلعب. معناها هنا اون دو ميتريزي لي دو فاز، معناها كو سو سوا لاتاك رابيد ولا الكونتر، وفي الوضعيات اللي فما بوسيبيليتي باش نلعبوا لاتاك رابيد ونلعبوا فيس على القدام. اللي قلته اللي هو مهم برشا التنشيط الهجومي، شنو هو لي سيركوي بريفيرونسيال، كيفاش نلعبوا لاتاك رابيد، لازم فما دي سينيو في التيران، لازم تعطي دي روبير للملاعبيه كيفاش نلعبوا لاتاك رابيد وعلى شكون باش نلعبوا. الشيره اليمين نتاع المنتخب مش نلعب، الشيره اليمين نتاع المنتخب الجزائري مثلا اللي بالخيطر لعب شوط وخرج ودخل مدافع اتحاد العاصمه مفتاح، الزوز ما كانوش باين في الناحيه الدفاعيه اللي الشيره اللي صار فيها غلام. دونك هنا كي باش نركزوا التنشيط الهجومي نتاعنا في الهجمه باش نفكوا الكره باش نلعبوا في ظهر لي لاتيرو ولا على اللاكس سيسيون بعد نلقى هذا كل لازم نحضروه كسوا في التيران في لي سيونس دونترينمون والا بالفيزيوناج وبال لي سيركوي بريفيرونسيال باش نخدموا عليه. المساكني مثلا على الجهه هذيك قادر انه يحدث الفارق بالضعف نتاع الظهير الايمن المنتخب الجزائري. ان شاء الله نحن نقولوا ان شاء الله يحدث الفارق. مباراه تونس والجزائر ديما هي كانت مباراه اجوار في الحقيقه، نجم نقولوا ديربي معناها بيتم معنى الكلمه، ما نعرفوش شكون معناها كفه المباراه شكون باش تمشي، لكن بصفه عامه كان تفوق جزائري حتى في التسعينات، من بعد احنا خذينا شويه المشعل عليهم. فقره هذيا فيها كل من متجير مني لاعبيه كبار جزائر، ثم شمام كذلك، والمولى يحكيوا شويه على الدربي هذا تونس والجزائر من اجيال مختلفه في الحقيقه، وشنو رايهم في مباراه غدوه. اراء القدام اذا فراس بن سعد، خالد بن يعقوب، حمزه بن ضيف. كره على مستوى القامه الاول ياسين كادامورو، المحاوله والهدف، قلت نجموه بالخزري وهو اللي سجل. في كل مقابله ضد تونس كنا نفوزوا ومشات حتى سنوات التسعينات سبق، وحتى فزنا على المنتخب الجزائري في الجزائر. أنا شخصيا نذكر هدف فوز الرويسي. ما ننساش الإكسبلوان نتاع يوسف اللي في الدقيقة 90. الهدف الأول للمنتخب الوطني التونسي. بين تونس والجزائر برشا مواجهات، ما كانش فيهم يعني منتخب فابوري على المنتخب الاخر. الفريق التونسي عنده فرديات ولكن ناقص اللعب الجماعي. منتخب جيد عنده امكانيات وقدر يفاجئ الجميع في المجموعه اللي موجوده فيها. زوج بزوج دخلوا بغابر يرعدوا في نيشان شعلي سياني قلع الاصطاد يسبق له ان شاء الله ربحي. الفريق الجزائري احسن من الفريق التونسي، ولكن في الدفاع انا نظن الفريق التونسي افضل من الفريق الجزائري. المنتخب الجزائري صحيح على المستوى الفردي عنده لاعبين مؤثرين، لكن حتى احنا زاد عندنا لاعبين ومؤثرين وزاد عندنا روح المجموعه. اعتقد المستوى تاع منتخبنا الوطني الجزائري احسن بالكثير على المنتخب التونسي. ان شاء الله المباراه هذه تقعد لنا زاد ذكرى باهيه ضد فريق الجار، وفريق الأجوار ديما الانتصار عنده طعم خاص. بين تونس والجزائر أنا نقول دائما نبقى في الوسط 50-50. حلوه الخاتمه نتاع ماتجير، قال لك بين سونت وزير نقعدوا 50-50. فهم حب يقول بتزيدي خوا خوا اي ما ننساوش بونتو يوسف المساكني اللي تسجل في الكان الاخر 2013. هذيك المباراه الوحيده الرسميه في الكان اللي بالحق خواتنا الجزائريين ديما يتذكروا الماتش هذاك بالكدا، ممكن اكثر حاجه قعدت من الميموار نتاعهم، وسورتو ان ديربي معناها باش يكون سخون شويه المره هذه، سورتو الجزائر عامله نول احنا خاسرين، ماتش باش يكون كاسح شويه تصور بيان مع الجزائر. وماجد قال كلمه مهمه جدا، قال المنتخب التونسي افضل منا في الدفاع. الشيء اللي كنا نحكيو عليه يعني اقل ان المنتخب الجزائري عنده مشكل كبير على مستوى الدفاع، شهاده من لاعب كبير يلزمنا احنا نكونوا في المستوى ونستغلوا العامل هذايا. صحيح، حتى منات قال فرديا الجزائر خير، لكن تونس تما روح المجموعه كذلك من نقاط القوه نتاع المنتخب التونسي. منصف تنجم تلم الملاعبيه اللي تحب عليهم، كان ما عندكش كوليكتيف وما عندكش ايكيب ما تنجمش تربح مقابلات. هذا سان سبور كوليكتيف. صحيح فرديا عندهم ملاعبيه كبار، ما هذا مجموعه معناها ليكيب. هذاك علاش قبل المنتخب المصري كان يربح في المنتخبات الافريقيه الكل. منتخب مصري يلعب اون ايكيب، ما يلعبش مجموعه نتاع انديفيدواليتي. دونك احنا هذا البوان فورم تاعنا كنا نلعبوا كمجموعه كفريق. منتخب الجزائري عنده روح معناها، ولو انه اليوم الروح اللي كنت تشوف فيها مع كما قال فهمي كوسوسوا مع كريستيان غوركوف ولا سورتو مع فايد معناها اللي شفناها، ممكن في المقابلات الاخرى مفقوده، خاطر فما ايدونتيتي فما هويه نتاع منتخب جزائري. المقابلات الاخرى مانيش قاعد نشوفها، ان شاء الله ما تترقاش ضد منتخبنا نهار الخميس. مقابله ما صعيب التكهن وصعيب باش تنجم تحضر المقابله مليح، تنجم تقرا المنافس مليح، من بعد فما حاجات باش يصيروا نهار المقابله زاد كيف كيف، فما لي تات فورم نتاع الملاعبيه، فما الكونسنتراسيون، فما برشا حاجات بوكو ديتاي اللي نهار المقابله باش يعملوا الفارق. احنا كان نجموا نعاودوا الشوط الثاني اللي عملناه اليوم افيك بلوس دو ريوسيت، نجموا نربحوا المقابله. هي نرجع بكم شويه اجواء مباراه تونس والسنغال، تبعنا أجواء في الجهات والجماهير التونسية، كذلك تابعنا شوية الجالية السنغالية اللي كانت تفرج في المباراة كذلك معهم توانسة. حمودة بن سليم، حمزة بن ضيف. À 3-0 Inch'Allah. Je suis sûr que le Sénégal va gagner. Moi je supporte la Tunisie. Voilà, et puis on attend qu'il fasse un bon match et tout ça. Qu'il gagne au moins 5-0. ولا شيء نرفز، كنا نتوقعوا معناتها باش يصير ديماراج باهي في الكوب d'Afrique. وباش نعملوا انطلاقه به، لكن a gagné, on a fait un très beau match, la Tunisie aussi a fait un très beau match, mais le Sénégal quand même a fait un excellent match par rapport à la Tunisie. ما هيش l'équipe nationale ما هم الجوال التونس سامح للنسيان. ان شاء الله الماتش الجاي الكبير وكاو مازال عندنا الجزائر، ان شاء الله ان شاء الله نربحوا. هوك بكل روح رياضيه كذلك قولوا مبروك المنتخب السنغالي، وكما تبعنا توانسه تبعنا كذلك بعض الطلبه السنغاليين اللي يقراوا في تونس. نتائج وترتيب بالنسبه لمجموعتنا: الجزائر زيمبابوي 2-2، تونس انهزمت 2-0. طبعا السنغال مرتبه الاولى 3 نقاط، نقطه لكل من الجزائر وزيمبابوي. تونس المرتبه الاخيره 0 نقاط. نذكروا كذلك مباراه البارح في المجموعه الاولى، 2 تعادلات. الجابون في المنتخب المضيف البلد المضيف تعادل 1-1 مع غينا بيساو، وكذلك نفس نتيجه مباراه بوركينا فاسو الكاميرون. طبعا 4 فرق بنقطه فقط. كلمه على مباراه البارح كذلك، خاصه الجابون اللي نجم نقولوا امام جمهوره على ميدانه بالنجوم طبعا اوباميونغ خاصه اللي كان هو سجل الهدف الوحيد، نجم نقولوا ضيع ربما فرصه باش ياخذ الفارق على الاقل ولا سبقيه على المنافسين نتاعو. مقابله كان مستواها دون يعني دون المتوسط بصراحه. يعني تفاجئنا انه شفنا ايفونا، شفنا ليمينا، شفنا اوباميونغ، نجوم نفس مشكل الجزائر اليوم، لكن ما ثماش مجموعه، ما ثماش روح. يعني المستوى نتاع المقابله كان اقل من المتوسط. غينيا بيساو احدث مفاجاه كمجموعه، يعني قدمت مقابله كبيره في حين نسق كبير، مقابله ممتازه جدا بين الكاميرون وبوركينا فاسو. والبوركينا فاسو كانت بصراحه على المقابله ككل، خصوصا الشوط الاول كان تقريبا ان تسجل وان تنتصر. الكاميرون تاع في غياب 6 و7 ملاعبيه اللي ما التحقوش بالمنتخب، لقات مشاكل. موكانجي اللي حكينا عليه البارح قلنا يجب يكون من النجوم اللي مش تبرز، سجل هدف ممتاز جدا. لكن بوركينا فاسو نجم تحت المفاجاه كذلك مع قدام الجابون والكاميرون، وتمر هي للدور الثاني. الكاميرون في 1-0 كان صحيح بوركينا فاسو عمل مقابله بها، ما كان نجموا يقتلوا الماتش، معناها كان نجموا يسجلوا الثاني، كان فما انفراد. اما كي تسمع الديسكور نتاع المنتخب الكاميروني يقول لك نحضروا في تصفيات كاس العالم والاكثريه كوب دافريقيا، معناها مش هدف نتاعهم، مش هدف نتاعهم على 2019 كاس افريقيا، مش هدف نتاعهم خاطر المدرب بروس نحى برشا ملاعبيه كبار وعايت بامال دو جون اللي نتاع مستقبل في المنتخب الكاميروني. ناخذوا برنامج غدوه كذلك بالنسبه للمباريات المجموعه الثالثه، مباريات ديما الدور 5 و8 نتاع الليل. غدوه الكوت ديفوار باش تلعب ضد التوغو، والكونغو ديمقراطيه ضد المغرب. فماش برشا كلام على المنتخب المغربي، فاهمي فهمتش علاش نحكيو، احنا نحكيو على تونس بالطبيعه، نحكيو اكثر برشا على الجزائر، كامرون، حتى الجابون اللي يلعب في بلاده، السنغال. لكن المنتخب المغربي ما ثماش برشا حديث عليه، بالرغم من المدرب نتاعو فاز مرتين بكاس افريقيا. هو ممكن المنتخب هذا اللي يعمل في صمت، سورتو عمل باركور باهي كي بليجير فيرونار. المنتخب المغربي ممكن يستنى باش يظهر، يبرز، باش تولي الناس تحكي عليه. لانه كل ما نحكيو على المنتخب المغربي والناس كل تتوجه له، نتذكروا الجيل الحلو كل مره يجي الجيل المغربي، لكن لاحظوا انه في برشا دورات يما يغيب ولا حتى كي يجي يخرج من الدور الاول. يعني ولا المنتخب المغربي اسم فقط، يعني كان نجيو ما عادش نلقاوك المنتخب اللي خوف هذاك. علاش ما عادش نحكيو على المغرب؟ ان شاء الله المنتخب المغربي يخلينا نحكيو عليه من خلال الانتاج نتاعو اللي باش يقدمها في الدوره هذه. ولو انه عندهم مشكله رازي، خسروا احسن زوز ملاعبيه على الاصابه، سفيان بوفال نتاع كان في ليل عمليه في ساوثهامبتون، وخسروا طنان 3، وخسروا بالهند اللي عمل ديبيوت سيزون كبير برشا مع نيس اللي تضرب، معناها 3 ملاعبيه قيمه كبيره. نتصور فيرونار مع المنتخب المغربي بخساره الملاعبيه هذوما اللي هجوميا ينجموا يعملوا الفارق. المنتخب المغربي مع الكونغو ولا مع الكوت ديفوار باش يلعب ديفيرامون، باش يكون حذر، باش يكون اكثر اكيليبري من الناحيه الدفاعيه كما عمل مع منتخب زامبيا. فيرونار نتصور توجه باش يكون هذاك، مش باش يفرض اسلوب لعبه، مش باش يلعب. ممكن مقابله التوغويه مع زوز منتخبات الاخرى ممكن يستنى ويلعب على خطا المنافس. كوت ديفوار ثم امل انه الكوت ديفوار ربما يوصل الادوار متقدمه سنه ولا لا، ولا قاعد يحضر في فريق. شوف حتى يحضر الفريق دائما كي تشوف المجموعه فيها ملاعبيه تلعب في البطولات نتاعها، عندهم نساق المقابلات نفس الشيء. هناك يعني قاعد يصنع في جيل جديد، لكن كانه اللحمه افضل من النجوم اللي كانت. تذكر نجوم كبيره تاع الكوت ديفوار لكن ما فازوش. مشكله كبيره برشا نجوم، مشكله راه بالضبط هذاك الاشكال. هنا شخصيه المدرب وقوه المدرب، لانه ينجح في النجوم هذه تنصهر في مجموعه وتتعايش مع بعضها وما ثماش اشكال. مثلا في الجزائر من الكلام اللي يتقال سفيان في غولي من بلاعبيه لاعب وسام ما يقبلش ان يكون على بنك البدلاء مثلا، مع اللي كان شخصيته ضعيفه يلقى مشاكل، هذاك علاش استغنى عليه. مثلا هنا شخصيته ضعيفه كعاديه في لا معروفه، حتى كي جا في تونس ضعيفه، حتى كي كان في تونس معروف. يعني مدرب ما عندوش شخصيه قويه بسرعه يتم التاثير عليه في كل شيء. على كل حال احنا غدا باش نشوفوا الكونغو الديمقراطيه اللي تهمنا بالاساس، خاطر منافسنا في بالضبط في تصفية كاس العالم، منتخب محترم في برشا ملاعبيه نعرفوهم مليح. والحاجه فيه ستابيليتي. فلوران بينغي الانتونور نتاعهم قعد هو بيدو، سورتو ملاعبيه مازمبي. يعني بالحق منتخب اللي بصراحه راه المنتخب الدوره هذيا ينجم وصل العمليه ولا النصف النهائي وما تعداش للنهائي، كمل الثالث المره هذه نصور زاد نفس الحظوظ عنده في الكان هذه. سورتو ديما نقول راهو الاستقرار والعمل والمدرب هذا فلورون بينغي بصراحه وين يخدم مع وين يشد المنتخب وين النتائج ماشيه معاه، ونتصور تعرفوا انه في التدريب على قد ما يقعد المدرب على قد ما تكون النتائج تمشي ويخدم في راحه. نتصور انه منتخب كونغو باش يكون قوي برشا. كان يما كان التاريخ كان يما كان. حسام غراد هوامش طريف من كان هو عمر مالك شنو حضرونا، يلا نشوف. كان يما كان يما 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 امبارح بمناسبة رجوع رازي القناة الوطنية عملنا ربط مباشر مع زميلنا عبد الرحمن العش في الجابون. الدحمة كان داخل بعضه شوية وحكي على إكران شكك رازي في وجوده. مشجعي المنتخب الجابوني يتابعوا منتخبهم عبر شاشه عملاقه. مدينه فرنسفيل من وين الشاشه يا عبد الرحمن؟ وين الشاشه؟ المنتخب مازال معناها هي ورايا الشاشه واحنا حاليا بجانبها معناها بحذ الشاشه العملاقه. بورتون ليكران موجود. رازي زاد حتى عبد الرحمن في سيتواسيون صعيبه برشا كي قال له اسال المواطنين هل انه الجابون شاري الاطراح ولا لا؟ l'arbitre va arranger le match. الشرطة تدخلت وانقذت عبد الرحمن، اما كي يعرفوا شنو اللي قالوا لولاد بلادهم هاو الصور الحصرية لزميلنا قدم لوتيت. مشاكل دوبلكسوات في فرنسفيل ما صاروش كان مع عبد الرحمن، هيثم الراجدي في حنبال ويوسف الزواوي في التاسعه ما كانوش في نهارهم زاده. معناها ما طالع ان شاء الله طالع ان شاء الله فالك. اما كي نعرفوا اللي بانكوفيل ما تبعد كان 30 كيلومتر على البلاصه تفهمنا كل شيء. في السيريموني دوفرتور الستاد كان فارغ، اما حتى ليبروفيل في وسط البلاد زاده كانت فارغه. مراسلينا سالوا الرئيس علي بانجو على سبب وراء هذا. Après ce qui s'est passé les derniers mois, j'ai décidé d'envoyer tout le monde en vacances. الفورمه الكبيره نتاع يوسف المساكني واللي وراها كونتر كاتالونيا وسورتو قرب موعد الدربي بين تونس والجزائر خليه الجاليه الخليجيه في افريقيا تدخل في هستيريا كبرى. كذا وسوي براسك كذا. بالاخر وحتى نتلقاو نهار الخميس الجاي وكيما يقول صاحبي جيري صاحب الشطر ماذا به يقول على الشطر الاخر. حسام بعض الارقام اللي وصلتنا توا على توا بالنسبه نسبة امتلاك الكرة وكذلك خاصة عدد التمريرات والواحد بعض الإحصائيات المهمة أنه اليوم المنتخب التونسي يوصل اليوم أنه يعمل 499 يعني تمريرة في المباراة بنسبة نجاح 84%، تتسمى تعتبر حاجة طيبة المنتخب التونسي اللي ما كانش يعتمد على الأسلوب هذا مقابل 383 تمريرة للسنغال. حاجة أخرى أنه على مستوى التسديدات 20 تسديدة المنتخب الوطني التونسي، 6 كانوا مأطرين، 8 تسديدات فقط للسنغال، 2 مأطرين وفيها اهداف، يعني مش انك تسدد اكثر لازم يكون ثم نجاعه. حاجه مهمه جدا انه الكونتر اتاك قداش عملنا من هجمه معاكسه 20 لتونس 17 للسنغال، كانوا متقاربين لكن النجاعه كانت اكثر للسنغال، في حين اللي عمل الفارق على المستوى البدني 48 حركه انزلاقيه 48 تاكل بنسبه نجاح قرابه 60% للسنغال، في حين بالنسبه لتونس 33 فقط بنسبه نجاح اقل. هذه الاحصائيات تعطينا حاجات نجموا ناخذوا منها نستوعبوا منها الدرس، حاجات نجموا نصلحوها. يعني اليوم ظهر أن تونس أصبحت تلعب الهجمة المركزة وعلى الإطار الفني إلا أن يختار الملاعبية اللي نشحوا له الرسم التكتيكي هذا. نختموا بكرة اليد. بدينا بكرة اليد. نختم بكرة اليد. طبعا تعرف المنتخب التونسي قاعد يشارك في كاس العالم وبطولة العالم لكرة اليد اللي قاعدة تدور في فرنسا. خسرنا المباراة الأولى ضد المقدونية، خسرنا المباراة الثانية ضد إسبانيا، اليوم تعادلنا مع إيزلندا، وكنا أشرنا في بداية الحصة ربما للفوضى اللي صارت خاصة في العشرين ثانية الأخيرة المباراة على مستوى التنظيمي للمنتخب التونسي فوق الميدان. ناخذ فكرة على مشاركة المنتخب في المونديال. نذكر أنه لميا الذوادي وبعثة تلفزية كان متواجده في فرنسا تبع في المنتخب. تقرير لمحمد علي الهديجي، مونتاج هلال المجبري. المنتخب التونسي اليوم فرصة كبيرة وهامة لتحقيق قوى الانتصار في مونديال كرة اليد. 30 ثانية أخيرة من منتخب إيزلندا بينت عدم جاهزية الفريق على المستوى الفني والبدني والذهني، خاصة كي نعرفوا اللي منتخبنا دخل المباراة بقوة وخذا فارق 4 أهداف في الشوط الأول اللي كملوا متقدم 13-11. لكن الفريق واجه نفس المشكل اللي صار له في المباراة الأولى ضد مقدونيا، وين شفنا في كل مرة غياب على المستوى الهجومي في بداية الشوط الثاني وقلة تركيز وضعف ذهني يخليو الفريق يتراجع هجوميا ويضيع فرص أخذ الفارق، وإلا العودة في النتيجة كما صار البارح قدام المنتخب الإسباني، وقت اللي شفنا أخطاء تكتيكية واضحة وسوء تصرف في المجموعة خلت الفريق يعجز على العودة في أكثر من مرة في النتيجة رغم الحضور الدفاعي اللي كان موجود البارح. عدم الجاهزية البدنية والذهنية للملاعبية تأكدت اليوم قدام منتخب إيزلندا في الشوط الثاني، تسارع هجومي، أخطاء متكررة، ومدرب ما عرفش يتصرف في الرصيد البشري في الأوقات الحاسمة، والنتيجة هجوم ما يسجلش حتى هدف في ال5 دقائق الأولى للشوط الثاني. سيناريو المباراة يصعب على حافظ الزويبي ويخلي الفريق يجري في كل مرة عن نتيجة. على غالب قاعدين نتعب وقاعدين نحبوا نربحوا، ريزولتا مش قاعدة تتبع. النيفو اللي لعبنا به مع المنتخب الاسباني والنيفو اللي لعبنا به اليوم مع نيوزيلندا، النيفو اللي لعبنا به ضد الماسيدوني نتاع ربح. كهو الكرة تدور كما نقولوها، نحن إن شاء الله جاي خير، فرضية الترشح مازالت موجودة. رغم اللي الفريق نجح في تعديل النتيجة في آخر المباراة مقابل فشل هجوم إيزلندا في أخذ الفارق من جديد، إلا أنه سيناريو 30 ثانية الأخيرة من المباراة يأكد النقائص الفنية الكبيرة اللي يعاني منها منتخبنا، وقت اللي تضيع كرة الانتصار بطريقة غريبة تترجم سوء الاختيار والتصرف والتعامل مع المجموعة وغياب التركيز والحضور الذهني، وهذا خلى المنتخب يضيع انتصار كان في المتناول ويخرج بنقطة وحيدة بعد 3 مباريات، الشيء اللي خلى الانتقادات الفنية تتوجه للمدرب حافظ الزويبي وتحملوا جزء كبير من المسؤولية اللي خلت المنتخب يصعب على روحه المهمة بل مواجهة سلوفينيا وانغولا. فهمي كيفاش بدينا البطولة العالم هذه؟ في اعتقادي انه فوتنا انتصار، الحقيقه كان بدينا كنا ماخذين الفارق على منتخب مقدونيا اللي كنا فزنا عليه في دوره تيكيو، منتخب الحقيقه اللي نجموا نفسه نجموا ناخذوا 2 نقاط نتاع الانتصار. السيناريو اللي خسرنا به فارق 4 أهداف يعني بطريقه وتقلبت علينا المقابله في 10 دقائق، خذا علينا الاسبقيه وكمان خسرنا بطريقه توجع، يعني بصراحه هزيمه توجع برشا. ضد اسبانيا ممكن تداركوا شويه من لعبيه المنتخب، قدموا اداء افضل من هذا من صعيب معناها باش نربحوا اسبانيا، ما نكونوش معناها بالضبط ناحي المباراه، معناها اسبانيا من المنتخبات اللي لعبوا على الفارق الاهداف وبرا جوستومون، لكن للاسف الفرق كان اعرض شويه من زاد هدف مع 5 ربحتها منتخب اسبانيا. لكن مقابله اليوم الحقيقه المقابله اللي في متناولنا ايسلندا والمنتخبات اللي نتنافسوا معاهم باش احنا نتعداو للدور اللي بعده. الحقيقه اليوم بالسيناريو اللي شفناه ووصلنا حتى خذينا الفارق مع 4 المنتخب الوطني التونسي، وصلنا يعني كنا الند للند، وايسلندا يعني جيل جديد صحيح اسم ايسلندا لكن المنتخب هذا قادرين باش نفوزوا عليه. فلتنا انتصار يعني 2 انتصارات فلتناهم، علاش يرجع هذا؟ يرجع اول حاجه كما باش نقولوا الملاعبيه الموجودين حاليا عملوا اللي عليهم، لابروف ان نلقاو مكرم مساوي تم اختياره كافضل حارس في لقاء اسبانيا، هذه حاجه مهمه. اليوم من بنور عدا مقابله كبيره برشا، ولو انه نلوموا عليه شويه في الهدف اللي كان ينجم يسجله في الاخر على الاقل كنا نربحوا، لكن امين كمان عدا مقابله كبيره وتم اختياره احسن لاعب في المقابله. واللوم الشديد على المدرب السيد حافظ الزويبي لانه بالاجماع حتى مكرم مساوي ما قصرش معناها. قلت على مكرم مساوي اليوم مكرم مساوي زاد كان عدا مقابله طيبه، لكن ديما عندنا ال10 دقائق فتره فراغ نتعداو بها 5 وكاش معناها ما احنا نحكيو تو كنا قبل كنا ماذا بينا كل 5 دقائق الاخرى نصلحوا فيهم شويه، لكن ولات 10 دقائق برشا في كره اليد، يعني ولات الثانيه والسكونده دقيقه بحسابها، يعني حتى نقول حتى المدرب الوطني سيد حفظ الجابي عنده جزء من المسؤوليه. الاختيارات اليوم كيفاش تمشي الى بطوله عالم وانت عندك ظهير ايمن فقط والبقاع على نور بن عبد الله الفوق ملاعب صغير خليه في المدارج. اليوم كان نجم يكون يظل عمري حل من الحلول، حتى ديمي سنتر واحد عندنا زاد ومنسق واحد اللي هو صبحي سعيد، ربما كان موجود حلول اخرى. حكي على انه السوسي باش يكون هو دومي سونتر اخر، لكن ما ريناش السوسي، رينا مصباح الصاني يلعب في خطه دومي سونتر. يعني برشا لخبطه فنيه، برشا اختيارات اللي بالحق لازمها تتعالج، ولو انه صعيب ياسر كان يواصل السيد حافظ الزوابي. منصور يحب كل حاجه. شنو قلت؟ لا حاج يوسف مش دومي سونتر، الحاج يوسف دومي سونتر صحيح، لكن في النادي الافريقي يلعب دومي سونتر، لكن بالنسبه للمدرب حافظ الزوابي يلعب فقط الدفاع. ممكن قبل ريناه مع سيلفانوي كان يلعب دفاع ويلعب دفاع باهي الاجابه قنعتك معناها كيفاش حاب يلعب ديمي سونتر في الدفاع زاد؟ لا مالك كيفاش؟ لا معناها فما زوز هو ما يلعبش، يلعب كان صبحي واليوم لعب مصباح الصانعي. يعني بصراحه رازي نقولوا المنتخب مش حاضر للمونديال على مستوى الاختيارات، على مستوى طريقه اللعب. ماهيش هذه تونس، مش هذه الهوند نتاعنا. في بول بون مازال حسابين مازلنا ومازال عندنا لقاء نقولها نفوزوه، ونحاولوا حتى كان خسرنا ضد سلوفينيا ولو صعيب ما نخسروش فرق كبير برشا لانه باش تلعب فيها الاهداف المقبوله والمدفوعه. صعيب ياسر كان باش يواصل السيد حافظ الزوابي، لانه نقولها ولانه الاعضاء الجامعيين والناس اللي موجوده في فرنسا ما يحبوش يقولوا ثم اتصالات مع المدرب السابق للنادي الافريقي ستيفان مبرتا، مرشح بارز باش يكون هو المدرب القادم. انا نكملوا ساعه المونديال توا، لا ما يسالش ما نحكيش المونديال، خلينا نكملوا ساعه المونديال للاخر ان شاء الله يتحسن الترتيب ويتحسن الوضعيه. لأن نحب نقول حاجة أنه الملاعبية نحس ثم روح. قداش قبلنا من هدف توا؟ 82 هدف قبلنا 83 هدف 83 وسجلنا 73، عندنا إلا 9. من أضعف الدفاعات في من أضعف الدفاعات في المجموعة نتاعنا يعني هذه بصراحة برشا حاجات زي ما تتراجع في الماتشات اللي مازالوا منتخب ما عنده نمشي. لو ما نحبوا نحسنوا الكلاسمون ان شاء الله يتحسن الكلاسمون مع معناتها في الدفاع في كرة القدم وفي كرة اليد زوز نعانيو من الدفاع. مقدونيا وصلنا فايزين 20-16 صحيح، كنا 4-4 تقريبا علينا كيف يعني هناك مشكل بدني وذهني صحيح. ناخذ برنامج غدوه بالنسبه يوم 16 جانفي كوت ديفوار توغو، نذكروكم كونغو ديمقراطيه والمغرب، وكذلك ما تنساوش المنتخب الوطني التونسي المباراه نتاعو القادمه نهار الخميس مع 5 تاع العشيه. المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب الجزائري، واليوم 23 جانفي المنتخب الوطني التونسي يواجه منتخب الزيمبابوي. ان شاء الله نتلاقاو نهار الخميس في الليل لطبعا متابعه مباراه الجزائر وتونس، ونتمناو طبعا انه منتخبنا يفوز في هذه المباراه. متابعه من خلال برنامج افريكان اللي هو مخصص لكان غابون 2017. يعطيك الصحة نادر منتصر وفامي، شكر كبير اللي كان فريق الصحفي تقنية ديكور إضاءة إلى غير ذلك. قلت لكم حصة 100% ميدين التلفزة الوطنية. نتمنى لكم أطيب الأوقات ومتاحة الوطنية الأولى. تصبح على خير.